أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. مشاهدينا في حلقة جديدة من ثاني أيام عيد الفطر السعيد من حلقاتنا بإفوالة، وإفوالة العيد مميزة لهالسنة وغير، إن شاء الله بتكون وياكم ولكل اللي بيتابعونا كل عام وانتم بألف خير، ويا رب أيامكم كلها عياد وكلها سعادة. نحييكم مجددا من داخل إمارة الفجيرة وأيضا من عروس الساحل الشرقي، ويسعد مساك يا سهام. مساك أسعد ومساك مشاهدينا، مشاهدينا حياكم الله في ثاني يوم من عيد الفطر المبارك، الله يعطيكم ألف عافية. وإن شاء الله وعد، شو كان معك البارحة؟ أمس كنت وياك. أي بس اليوم شو سويتي؟ سويتي شيء؟ ما سويت شيء لا صراحة. راقدة؟ أكيد طبعا. مو سالفة ترقد، بس تحسين إن الأجواء تبتدي كذي من المغرب وعقب. بس لا، نحن البارحة يوم خلصنا البرنامج شو سوينا؟ طلعنا قلنا شوية نروح تمشى في المو، تمشينا صح ولا لا؟ صرنا الكوفي وصانسنا شفنا الناس وايد. على فكرة تعرف شو الحلو؟ الحلو إن أكثر الناس متواجدة في إمارة الفجيرة، ويمكن خبرتك إن أنا على أكثر من سنة أكون هنا هني في العيد، فأشوف الناس تيجي من كل الإمارات وتعيد في أكيد الفجيرة. كل الإمارات الأخرى طبعاً ما شاء الله عليهم يوصلون في إمارة الفجيرة، الإمارة المرحبانية، الإمارة السياحية اللي فيها طبعاً المناطق الجميلة وفيها الاسترخاء والجو الجميل. أكيد. وحتى طبعاً على الطريق ما شاء الله زحمة. زحمة؟ أنت اليوم ما تعرضتي لزحمة، كنت في الفجيرة. أي لا اليوم صح كنت في الفجيرة وما ظهرت من الفجيرة. مشاهدينا خلينا نمسي على زميلتنا هناء. هناء يسعد لي مساك. يسعد مساك سهام ووعد، كل عام وأنتم بخير. وأنت بخير. مبدعين شكلكم امبارح ها؟ ويانا ترى كنت أكلوني أكل هندي والله. شو سويتوا بعد؟ بس ما تركتكم يعني، رحنا المول غيرنا جو ما شاء الله، الناس أجواء العيد اللي يتمشون ما شاء الله، باين فرحة الأطفال بعد. احنا دائما كنا في الاستديو وما نطلع، ننتقل بس للخيام وكذي، لكن البارحة لا فعلا استمتعنا. اي امبارح غيرنا الجو صدق. حلو يعني والله استمتعنا في اليهال والاجواء والزحمه اللي فيها. يلا كل عام وانتم بخير. يسعد مساكم مشاهدينا، وكل عام وانتم بخير مجددا بركن التراث، اهلا وسهلا فيكم، واكيد ارفع ايات اسم ايات التهاني والتبريكات الى مقام سيدي صاحب السمو الشيخ خليفه بن زايد ال نهيان رئيس الدوله حفظه الله ورعاه، والى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن محمد الشرقي حاكم إمارة الفجيرة، وإلى حكام الإمارات والشيوخ وشعب الإمارات جميعا، وكل متابعين برنامج فوالة من الدولة وخارج الدولة، تحياتي من ركن التراث، وهلا وسهلا فيكم من جديد، وكل عام وانتم بألف خير. طبعا يوم ثاني يوم عيد الفطر، وأكيد لنا فقرات جديدة ومتنوعة معاكم عن سهام ووعد. خططون شكلكم لمشوار اليوم ها؟ شكلت ذي إذا كانت عندنا فرصة ليش لا؟ خلاص يلا ان شاء الله يكون بعد عندك فرصه. اي اذا بتاكلوني اكل هندي لا ما بروح معاكم. ملحي جلستي صراحه حبيبتي. اليوم وحدانيه بروحك يعني. والله حابين نغير شويه اليوم في ركن التراث. والله بس ان شاء الله بتكون مواضيع مميزه وياك. اكيد هو دائما وركن التراث كان طول رمضان يعني مميز، وبيكون معك هاليوم. انا دائما احتفل بركن تراثي بالاطفال، احب الاطفال يوم يكون عندك طفل شي صغير ومثقف. اي العيد للاطفال ويقعد يقول لك اكيد أكيد اللي كانوا موجودين، واللي وجهت مبارح رسالة البنت الصغيرة ما شاء الله عليها، قولي لها شو معنى اسمك، حتى قالت لي شو معنى اسمها كذا. اليوم طلعت لي إبداعات ثانية إن شاء الله. والعيد أساسا وناس أطفال وناس صغارية، صدق أحلى شيء. أكيد بس ما راحت علينا طبعا، لأن الحق نحن بعد نستانس. استانسي عندك الواحد كل ما يكبر ترى بروحه طفل. صح
انزين يعطيكم العافيه. ضيوفنا اليوم مشاهدينا مميزين، وكما عودناكم فوالت هالسنه امتدت ويا رمضان مع ضيوفنا. ونرحب بضيفنا الاول، هو فنان تشكيلي نحات وخزاف ايضا مصري، يستمد معظم اعماله من الطبيعه والبيئه المحيطه به، درس العديد من المجالات التي يحتاج اليها في عمله مثل الالكترونيات والميكانيكا والكهرباء والكمبيوتر والبرمجه وبعض من الدراسات الاخرى، ما شاء الله عليه فنان شامل. كما شارك في العديد من المهرجانات والمعارض الدوليه والاقليميه. خلونا نرحب بضيفنا اللي راح يكون ويانا، الفنان التشكيلي النحات والخزاف ايضا اسامه جورجي. مشاهدينا، اما ضيفنا الثاني، الموهبه طبعا بالنسبه له او بالاخرين ليس ضروريه في كل عمل ابداعي، سواء كان فنا تشكيليا او شعرا او روايه او عمل درامي او اخراج. للموهوبين، ومن الموهوبين من نجح في جميع مواهب عديده وجمع من بينهم وابدع فيها جميعا في آن واحد. مشاهدينا، خلونا نرحب بضيفنا الفنان فيصل الشفيري. حياكم ضيوفنا، نورتونا، يا مرحبا، كل عام وانتم بخير. انتم بخير، الله يسلمك. سلام يا سلام، نورتونا، كل عام وانتم بخير ان شاء الله، بصحه وسلامه. شو العيد وياكم؟ والله الحمد لله، عيد فرح. اجواء العيد معاكم؟ قلنا اجواء العيد معاكم. والله بالنسبه لي انا من اهل العين، وعيدت في العين، وثاني العيد قلت له اقضيه في الفجيره. وعلى فكره هاي اول زياره لي للفجيره. ما شاء الله. نعم، انا انصدمت، يعني ما كنت متوقع الجمال اللي فيها، او نقول الهدوء، او طيبه الناس اللي موجوده، البحر، العالم، يعني فيهم اللمسه العناويه مثل ما يقولوا. اي يعني بقول لك، ترى بقول لك نفس الشيء، شبيهه في العين، الهدوء والاستقرار فيها. صح، مش يعني مثل يعني بعض، انا سافرت عده دول، يعني كانوا الناس يمدحوها، لما رحت هناك انصدمت من اللي شفته، يعني زحمه سير والناس تختلف. نعم، ومثل ما تقولين العادات والتقاليد تختلف. هني لا، انا شايف العين، دبي، ابو ظبي، الامارات كلها. اي، شخص واحد او انسان واحد. وليش تغيير في الفجيره بعد؟ لا هني في الفجيره يعني، لا تفوت الشتاء. انا ان شاء الله فيك. لا تفوت الشتاء، ان شاء الله، ان شاء الله، بارك الله الرحمن. استاذ اسامه، نورتنا، كل عام وانت بخير. الله يخليك يا رب، تسلم. كل سنه وانتم طيبين. فنان شامل ما شاء الله عليه، كل المواهب. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. وانا يسعدني اني اشوفك مره ثانيه معنا بعد. الله يخليك يا رب، الله يخليك. انزين، شو اجواء العيد وياك؟ قوي العيله. اي طبعا. خلاص الواحد بقى يعني ليا حوالي 11 سنه هنا، يعني تقريبا بقيت نص اماراتي. بقيت نص اماراتي. فجو العيله، جو البيت، يعني اقول ايه، ما فيش حاجه ناقصه الواحد، الحمد لله على كل حال. الحمد لله. الحمد لله. وانتم في بلادكم اساسا ما في فرق بيننا وبينكم. بالتاكيد. هاي ارضكم. بالتاكيد. هي مصر شقيقة لدولة الإمارات. أكيد. فيصل، كانت بداياتك في أواخر التسعينيات في الكمبيوترات والشات الصوتي، خبرنا عن هاي التجربة. بدايتي أول، أنا كنت من الناس اللي ما أحب شيء اسمه كمبيوتر أو أي شيء. على فكرة كان الوالد مش مأمن لنا كمبيوتر في البيت، زمان ما كان مأمن، وكان هالكمبيوتر شيء بعيد عن البيت، لا حد يجي صوبه. يعني عقليات الناس الكبار. إذا بيحطونه بالصالة. إيه. ونت ما شيء. زين، بعدها ركبت نت، وادري ان الوالد ممكن يتابعني الحين، ركبت نت من دون ما يدري، اللي كان الدايل اب ووايرات، وسحب واير التليفون وركبه. فكنت بديت ادخل الشات الكتابي. من الشات الكتابي قلت خليني اجرب الصوتي، الصوتي كنت رافضه، دخلت الشات الصوتي. بديت ادخل كنظام الاف ام. يعني اتكلم والموسيقى خلفي، او اقول قصايد والموسيقى خلفي. حتى وصلت اشتريت كارت صوت. حلو. واشياء كثيره سويتها. دخلنا في البلاك بيري، بديت ادمن فيه، بعدين بديت دخلت في التمثيل وما التمثيل، وبعدين بديت اتعلم من الناس، وبديت اخرج افلام، وبديت اسوي، بديت لما امسكت نفسي. على فكره انا بعد انا رسام. ما شاء الله، يعني مواهب عندكم. أيه. الحمد لله. واي غرف الخاصه اللي كانت في شاتات تجذبك؟ يعني اكيد كانت لك غرفه خاصه. هذه شيء كان معروف. وعلى فكره يعني كنت استحدثت، يعني انا كان لقبي اسير الهم على فكره، قبل اسير الهم، فكان اسمي يعني يمكن حتى اذا ناس يذكرون هالشاتات الصوتيه بيذكرون. اي موقع؟ لا لا دبي مول. لا لا لا، دبي مول بعيدا عنه. على فكره الموقع الوحيد اللي ما كنت ادخله، يعني انا كنت دخلت مواقع ثانيه ووقفت شاتات.
الحمد لله كان لي متابعين من زمان. البلاك بيري ما شاء الله كان عندي بعد ما دخلت البلاك بيري، والحين في السوشيال ميديا. يعني انا اقول نفس الهوايه، انا كان بعد عندي موقع وكان على سعودي فويس، كانت شو اسمه وتمارسين المواهب الغنائيه؟ لا مش مواهب غنائيه، انا كانت فكرتي شو ان اسوي غرف وخصصها في الدكاتره، لكن هذيك الايام ما كان حد يعني يجي مثلا مكان محاضرات، كان هاي الفكره اللي في بالي. الناس كانوا يبون غرف فيها اغاني، غرف فيها مسابقات وشي، ففشل طبعا. انا سويت روم اللي هو خاص روم السينما. كنت تعرف الكاميرات اللي هذا، فكنت اسوي اللي البرنامج الشاشه اللي طالعها في الكمبيوتر تطلع عندهم. اي تطلع عندهم، او الكاميرا الوهميه يسموها. فسويت، كنت اسوي السينما، اجيب انزل افلام ولا احمل وما ادري ايش، بديت اوصل ازود سرعه النت، اوصل سرعه النت، بديت اخذ السرعه على المنتديات هذا الشيء. لا في الشاشات الصوتيه. اوكي بعدين انا ما يمكن ما عندي ميول فما لا انا دخلتها لان فعلا كانت في تفكير اني اجذب اسوي محاضره، بس للاسف يعني الحمد لله كان رومي يوصل 100 وشوي. اي اكيد، لانك انت انا دكاتره وتي منو بيدخل علي؟ لا فالحمد لله يعني بديت موضوع تقليد الاصوات. اي هذا اللي ايه انا جذب الناس لك. تقليد الاصوات كان عندي، كنت اقلد صوت الاذاعه فقط مع الموسيقى وكذي. بعدين يوم من الايام انا راد من الدوام، قلت ليش ما اخذ اتكلم من بطني واحاول اطلع صوت سيلفر اللي هو مال الرسم المتحرك او جزيره الكنز وكذي. ايه كنت اخذ التليفون واسوي ريكورد 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 لين ما وصلت للنبره اللي انا اريدها. صح اني ما اطبقها 100%، لكن من يسمعها يقول لك هذا سيلفر. وبعدين دخلت على نفس ناشن جرافيك، الصوت نفس الشيء، الاتصالات بديت اخذها، مال المطار كنت اجيدها بصوت البنت. اجيدها بدنا نرجع لها بنسمع صوت البنت. لا هاي خلاص. لا بنرجع لها. انزين استاذ اسامه، طبعا ما شاء الله انت مثل ما خبرتك متعدد المواهب وعندك اكثر يعني من مجال، يعني متفنن في كل المجالات. خلينا ننتقل يعني لمجال الفني، او نبتدي عفوا للمجال الفني. وين بديت؟ وين كانت البدايه فعليا؟ وخصوصا في النحت. خصوصا في النحت. بدايه فعليا في المطبخ. الله في المطبخ. والله كنت بحب اني ادخل المطبخ اشوف الوالده وهي بتطبخ، واشوفها وهي بتعمل كحك بتخبز، اخذ حته عجينه واعمل انقش حاجه في الكحكيه مثلا بالشكل انا بحبه، اخذ بطيخه وابتدي انحت على شكل البطيخه، اعمل حاجات، اعمل بوكيه ورد بالبصل والجزر والخيار والحاجات اللي زي كده. فكنت حابب الحكايه دي قوي. وبعد كده اثناء ما كنا طلبه في الجامعه كنا بنشتغل، فكنت بشتغل في فنادق، بشوفهم وهم بيعملوا النحت على الفلين على الفوم، وبشوفهم هم بيعملوا بالفعل النحت على الخضر والفاكهه، فحبيت الموضوع ده قوي قوي قوي. فهي دي البدايه بتاعتي. حلو، بس حلو صدق يعني وبتخلي ما كانت يعني الوالده ما كانت تزعل، بالعكس كانت تستانس عليك على ابداعاتك والحركات اللي تسويها، ولا كنت فوضوي شويه؟ لا ما انا بوظت حاجات كتير قوي يعني، ممكن اخد حته عجينه مثلا انت بتعمل ايه، بس بعدين استانست عليك. الحمد لله. أكيد الحمد أكيد لله. بنرجع للتقليد. صوت البنت. انا مستني صدق بتخلدنا شيء شخصيات يعني. لا شوفي انا اوكي ما نبي انت برايا صوت شخصيه يعني شوره. اوكي السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة الفجيرة الفضائية، نتمنى لكم يوما سعيدا ويوما جميلا. شيء ثاني، هذا منو عندنا في الفجيرة؟ هالصوت؟ خلد منو؟ أنا ما عرفت. لا هذا يعني صوت مرات يبون على القنوات التلفزيونية لو تشوف كيف افتتاح برنامج أو شيء. حاطة علي. عندك أن الهاتف الذي طلبته مغلق أو خارج عن نطاق الخدمة حاليا. يوجد اتصال فيما بعد. وشكرا. هاي شكرا هاي. لا لا مالك صوت حرمه. لا مالك صوت حرمه. لا لا ادري. هذا اللي مسويته انا يعني شو يسمونه ريال من الجاليه الاسيويه، يا قال لي انت نسيت شيء واحد، قلت له شو؟ قال وشكرا. يا صحط الحين خلاص. يعني مثل الشيخ حمدان بن محمد بن راشد الله يحفظه ويحفظه، من يحبك كثر ما احبك انا، الله من بحبك حاول ويام اجتهد، ومن في عينه شوفتك كل المناع، لا ورب العرش ما غيرك احد. يعني لا انا تشوفي يعني عندك
يا حليل كذي يا بلاتي كل كن قاعدات هنا وش تسوين عندك كن؟ برنامج فواله ولا تعرف تاكل فواله عزمون عيال. يعني دخلت حتى في اصوات مثل مخماس وفي بعض القنوات التلفزيونيه يعني حاولت اني ادخل معاهم لكن ما في مجال لاني انا مثل ما يقولون قليل دائم ولا كثير منقطع ما اخذ هذا العباره عندي في اي مكان. انت حطيت ببالك خلاص يعني لاني انا لما دخلت التمثيل كنت احصل ما بقول لك ما كنت احصل بس مثل ما يقولون بسرعه يروح. لا انا ليش ما اريح راسي؟ الراتب ينزل تاريخ 30 اخذه واصرفه لين اخر الشهر. كذي كنت احطه، حطيته في بالي هاي كامله. يعني الحين انا وقفت تقريبا سنه كامله ما نزلت غير فيلم قصير صامت بعد. يعني اشكر كل اللي شاركوا معاي في الفيلم هذا. بصراحه يعني قصه انا من الناس اللي احب اخذ قصص واقعيه. هي. لا مش واقعيه وايد يعني مثل ما تقولين بالنسبه لي انا بالنسبه لي البنات بالذات يعني لا يعني بقى يعني البنت اللي اشوفها الوصله الضعيفه يعني ممكن يعني اشوف البنت هاي الضعيفه هاي زين كيف يستغلونها شيء شيء يعني من هالافلام اللي اسويها انا عرفتي سويت فيلم رعب مع الفنان غصون الطحان انا اللي اخرجت الفيلم هذا وسويت فيلم سوري 25 دقيقة كانت بعد قصته وايد حلوة وعلى فكرة انا انا امسك الكاميرا المصور اذا ما اعطاني الزاوية اللي ابغاها انا اللي امسك خلاص يعني مرة واحدة شفت المصور ما اعطاني الزاوية اللي ابغاها انا اللي ازخ الكاميرا انا اللي اصور طلع باحسن صورة صح واسوي المونتاج انا يعطيك العافية لا ما شاء الله شموليت تبارك الرحمن يعني انت شو عندك انت مواهب نوتي والله لازم صح ترى هو بالاخير شيء الواحد لازم يكون شامل على فكرة في هالمجال تحديدا لانه ما حد بيمسكك وبيطلعك بس ما حد بيسعى وراك بس ما اتوقع ان عندك وقت حق انك تكونين فنانة وتشكلين وكذي ولا احساس ثاني هذا وبالميكانيكا وبالالكترونيات والدقة ما اعرف استاذة سامة يعني ليش تبغى تجمع هذه الاشياء كلها تحت مسمى الفنون يعني انت اليوم جالس توصل رساله اللي انا يعني حسب علمي اني انا اللي اكتشفتها من شخصيتك ان تبى تاخذ كل هذه المواهب توصلها ببعضها البعض وتدرجها تحت مسمى الفنون يعني من كل شيء حاب تبتكر شيء لكن انت تميزت بالنحت فشو اللي يميز فعليا النحت عن بقيه الفنون وشو الشيء اللي فعليا حابه توصله انا اعطيتك الشيء اللي اكتشفته هو بيقولوا ان النحت ابو الفنون ابو الفن التشكيلي يعني صدق عاد هني المسرح ابو الفنون خلينا ده مجال وده مجال هقول مثلا ايه في مجال النحت اول حاجه بيعملوها فنون جميله احنا بندرس الاول تشريح ازاي بن بن بناخد خلفيات عن العضلات الرسمه بتاعه العضلات الاتجاه الانسجه هذا اذا كنت بتنحت يعني بالظبط كده لو بنحت شكل مجسم مثلا راجل او طفل او ست فبشوف في الاول الاتجاه بتاع الانسجه بتاعه العضله ماشيه ازاي علشان والانسجام بتاعها ما بين كل عضله والثانيه والتناغم ما بين الجسم نفسه يعني مثلا ما اعملش راس كبيره قد كده واعمل جسم صغنن فلازم يبقى عندي فيه احساس بالابعاد فالفن التشكيلي في النحت شامل اكتر من فن يبقى عندك خلفيه عن الرسم يبقى عندك هندسه بعد وطبعا وعندي خلفيه عن الهندسه وعندي خلفيه عن الطب وعندي خلفيه عن الميكانيكا وعندي خلفيه عن حاجات كتير قوي قوي وزي ما بيقولوا الإناء ينضح بما فيه طبعا. فأنت لو عندك خبرات كتير وعندك علوم زيادة هتطلع كل حاجة مع الشخص اللي أنت بتتكلمي معه أكيد نعم. نحن راح نشوف شيء من أعمالك المنحوتات مالك طبعا هذه بعد الصور فيك تكلمنا عنها أستاذ سامي دي كانت في مهرجان الفجيرة الدولي مشارك بالمهرجان أول واحدة كانت معمولة من الخزف، تاني واحدة معمولة بالخشب. دي الماريونيت اللي هي العرايس اللي بتتحرك بالخيوط
برضه بتستغلي كل الخبره بتاعتك انك بتعملي بيها الحاجه اللي انت عايزاها بتوصليها للشخص نفسه. فلكل الاتجاهات لكل الفئات العمريه للاطفال دي كان في المهرجان. دي معموله بالخشب. هذه في الخشب بالنحت. اه شيء صعب صراحه. الوقت اللي تاخذه لكل تحفه كل حاجه ليها حاجه، يعني كل خامه مع احساس الخامه دي، مع لو خامه سلسه خامه ناعمه، يعني انت عندك هنا مجموعه من الخامات. الخامه اللي تحت خالص دي خامه بالفلين فوم كثافه عاليه. الخامه اللي فوق خامه بالخزف، بقيه الخامات الثانيه خزف. فانا عندي مثلا بشتغل على خامات الخزف، بشتغل على الفلين، بشتغل على التلج، بشتغل على التلج، بشتغل على زي ما قلنا من شويه الخضار والفاكهه، بشتغل على حاجات الريسايكل زي عجينه الورق والبورسلين. ولو ما عنديش خامه بصنع خامه. حلو. دي بالفايبر جلاس بتدخلي فيها عنصر الاضاءه، بتدخلي فيها الالكترونيات. دي كان في دبي ملتقى نحن معكم. دي بالفايبر جلاس بتدخلي فيها الاضاءه. وده اللي احنا بنتكلم عنه، الخبرات بقى اللي انت بتدخليها بشغلك. هذا شغل المجالات الميكانيكا والالكترونيات بالظبط كده. ورغم هالالكترونيات تشي فيه الاحساس. ايه ما انت بتدخلي ايه؟ كل حاجه مع بعض، تحسي يعني. تطلعي في النهايه عمل فني. نعم. ايه الشخص اللي قدامك يحسه. اكيد. انزين. حلو. طبعا من الفنون والتشكيل وغيره للتقليد وانتقالك الى التمثيل، خبرنا بهالفتره كيف يعني كيف انتقلت للتمثيل؟ اول شيء كنت انا من الناس اللي احب التمثيل في ايام المدرسه، مسرح ايام المدارس تعرف ايام احنا من زمن الطيبين يعني كانت عند الطابور الطابور الصباحي. لوين طيب للحين؟ لا انا ما ادري صراحه. فكنا هناك نسوي مسرحيات خفيفه خفيفه يعني قصص مالت اطفال وكذي. بعدها حبيت الشيء، بديت اقلد على امي وابوي اللي هم شو يسمونه يعني امثل عليهم. يعني حتى وصلت اني للاغماء. يعني اصدم نفسي باي شيء اوقع نفسي على طول يقولوا لي هذا حصل له شيء وانا ما فيني اي شيء. يعني بديت احب التمثيل فانفتح لي الباب. اول ما انفتح لي الباب دخلت ودخلت بقوه ماني خفت. صح اني حصلت يعني صعوبه بسيطه لكن ايش دخلت بقوه ودخلت الحمد لله. مثلت مع عده ممثلين كبار مهدى حسين. حياتي شو اصعب دور كان معاك؟ اصعب دور كان في مسلسل اصعب قرار. لان شو باللهجه السعوديه. باللهجه السعوديه احنا مش متمكنين عليها وبعدين يريدوا من مكان معين. ف يعني كنت كانوا حاطين لي بعد شو يسمونه هذا اللي مدقق لغوي. فجالس يقول لي قال لي كذا قلت له يا اخي انا متعود انا عندي اسمه ون شوت. شوت واحد خلصه. فقال لي زين تكلم باللهجه الاماراتيه. شوط واحد. قال لي زين دخيلك تكلم بالسعودي. قلت له يا اخي والله صعب باللهجه مالتكم. لانه ممكن انت تقولين يعني حوار طويل لا واخر شيء اذا انت غيرت لا مثل شوفي عندك حوار طويل تقولي صح واخر حاجه تقولين الريال. الريال يقول لك كات شو ليش تقول الريال؟ قول الرجال. الرجال سعيد مره ثانيه. وبعدين ايش الاعاده؟ اعاده مربكه كانت لي او للمثل اللي قدامي. تحس نفسك هني اخفقت يعني. صح. كان بعد عندك اكثر من يعني مثلين كويتيين تقريبا شبه المثلين كبار مثلت معاهم ما شاء الله. يعني المثلين السعوديين بعد نفس الشيء كان في اصعب قرار اكثر من فنانين كبار اللي كانوا موجودين. والمسلسل الكويتي حياه ثانيه بعد ما واجهت صعوبه باللهجه الكويتيه ولا حسيت لا 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 اللهجه قريبه قريبه وايد اللهجه. وبعدين على فكره كان حوار حياه ثانيه كان طويل مش قصير بس كان على فكره كان عمل قوي. ما هو انا اول تبي الصراحه انا اول ما سويته انا قلت وانا طالع من المشهد قلت شكلهم بيحذفونه والله قلت ليه يعني ما كنت لا 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 يعني قلت يمكن يقول لك والله اللهجه ما اعرف ايش وكذي. فاعطيته ركبت صرت مع ربيعي قلت له قل له قال شوف شكلهم بيحذفونه بيبون واحد غيري. وصلت البيت يو حتى انهم بثوا المسلسل قبل رمضان هو كان لازم يحطون نزلوا قبل رمضان نزلوا قبل رمضان جيت انا كنت قاعد في المقهى قاعد كذي والله العظيم في المقهى كلهم حولت القناه على قناه شو يسمونه كانت ام بي سي كنت طالع وغير ليه ما جا دوري
اول ما شفته قلت هذا انا. كنت في اول حلقات ظاهر؟ هذه الحياه الثانيه جت لي اكثر من شو يسمونه اكثر من مشاهد. لكن ما تجي مع دوامي. انا مربوط بدوامي، ما اقدر اني اطلع من دوامي واروح اضرب خط لدبي اصور وارجع مره ثانيه. صح، فكانت صعبه. اكيد. استاذ اسامه، يعني شو الخامات اللي تستخدمها اكثر في اعمالك في الناحيه؟ احنا قلنا الخشب والثلج والفوم اللي هو الفليني كثافه العاليه، الجلد انزين، الحجر بعد، والحجر الرخام، الجرانيت، الازاز. بس صعوبة، يعني من مادة للثانية صعوبة، واليوم تبى توصل شيء من مادة للثانية أو تبى تصنع شيء أو تنحتها، مو بكل المواد تكون نفس الكواليتي. يعني هي كل خامة بيكون ليها التولز بتاعتها. فالفنان التشكيلي اللي بيشتغل في خامة معينة بيحس بيها وبيجيب التولز اللي بيشتغل بيها، بيقدر يعمل أي حاجة. لو عندك البيز عندك موجود، البدايات موجودة، ممكن تعملي اي حاجه في اي حاجه. ايه يعني قصدك الوقت ولا؟ لا مش الوقت، هي الفكره. يعني اقصد بالضبط الفكره، الموهبه، الدراسه الاكاديميه. كل دون دي البدايات اللي ممكن تشتغلي بيها. بعد كده لما بتحبي اي حد بيحب حاجه بينجح فيها. بينجح، مش كده؟ فهو لو انت بتحبي المجال بتاع النحت ممكن تنجحي فيه، بتشتغلي على الخامة اللي بتلاقي شخصيتك فيها، تبع الحالة النفسية اللي موجودة فيها. يعني مثلا لو حالتك النفسية شوية صعبة مش هتشتغلي على الحجرة. أكيد ما بتنحت بعد، يعني عادي. لا ده بالعكس، ده الواحد لما بيبقى تعبان لازم بينحت، يمسك حاجة ويطلع فيها اللي جواه. يطلع فيها اللي جواه، وخصوصا إذا كان حجر، يعني تطلع قوي. الحجر والخامة بتاعة الطين، الخامة بتاعة الخزف، خامة الطينة الخزفية، خامة سلسة ممكن تشكلي بيها بإيدك، ممكن تغمضي عينك وتاخدي قطعة من الخزف، قطعة من الطين، وتشكلي بيها عمل فني في النهاية، تفتحي عينك إيه ده أنا عملت ده. الله. لا صراحة إبداع هني. تقليد، تمثيل، إخراج، خبرنا عن انتقالك للإخراج كيف؟ انتقالي للإخراج بعد ما حبيت التمثيل وجري ورا المخرجين ورا المصورين ورا هذول واشوف اسلوبهم وطريقتهم وكذا، فبعض المخرجين يعني اسمحوا لي يعني كانوا عصبيين لاخر درجه. واحد من المخرجين اللي صرت هناك والله العظيم ما اعرف انه المخرج. صرت لعنده قلت له يا اخي خلصني، بخلص دوري وبروح. زين وين المخرج؟ بكلمه. قال لي معك المخرج. عرفت ان الانسان ما يحتاج انه يعصب ويتنرفز وكذا، لان انا اذا عصبت الفنان او تعصبت على الفنان او صرخت عليه خلاص ممكن هو يعند معي، بدل ما ياخذ مشهد واحد ممكن يخليني اعيد تم يعيد عيد 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 يتوتر وكذا. لا ممكن هو يسويها من عنده. تم يغلط عمره. كات 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 انا نعيد. فانا بديت خلاص يعني حتى الممثلين اللي عندي يرتاحون معي، لان حتى لما اجي اكلمهم والله عندي تصوير منو ابغى اشوفهم كلهم في الواتساب، انا 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 انا. فابدا مثل كان عندي الفيلم المصري، وكانت جراءه على فكره يعني اني اسوي فيلم مصري كوميدي، هاي تعتبر جراءه مش من اي ناحيه يعني. لا انا لاني اخذته كان قرب مثل ما يقولوا عيد الحب. اوكي. زين فقلت خليني اجيبها بطريقه كوميديه. فسبحان الله هذاك اليوم تواصل معي الكاتب احمد خاطر من مصر. قال لي انا بمسك لك، انا بجيب لك السيناريو. قريته، شلينا اشياء، حطينا اشياء كذي. المهم صورنا صراحه يعني بعض الفنانين ابدعوا. وعلى فكره نقيناهم تنقيه، كنت اروح دبي وابو ظبي والشارقه اثبت انقيهم، وهم مطلوبين مني 7 أو 8، نقيتهم تنقيه لين ما دخلوا، والحمد لله يعني الفيلم ما مشى حاله. اساسا سبحان الله اخواننا المصريين تشيل القالب الكوميدي معاهم. أيوة. يعني وهم يسولفون عادي تشوف كلمتين كذي ظهرت كوميدي، يعني هو دمكم كذي ولا شو السالفه؟ شو السر يعني؟ طبيعه 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 عندهم كله دمهم شربات. اي صدق يعني كلهم ما شاء الله. وعلى فكره يعني الفتره هذه بعد انا مديت اخف، كانوا من 4 أشخاص هم اللي وراي حاولوا يقولوا لي لا ارجع ارجع. فانا قلت لهم هي، فانا اشكرهم صراحه، وانا ودي اني اذكر اساميهم هني مثل ياسر الظاهري، هذا صراحه من الناس هي من العين. عامر ابو سيف بعد نفس الشيء، هذا الانسان عراقي هو لكن
يعني هو اللي يحاول يزرع لي الشيء الكوميدي. السيد مهران هو مصري نفس الشيء، اخذ منه وكذي وحاول اني الطف الجو في اللوكيشن وكذي. عندي بعد ابو سلطان ما شاء الله عليه، هو ماخذ الجو في القعده، حتى لما نكون احنا ربع قاعدين كذي هو ياخذ الجو كامل. حلو، فانا ودي لهم الشكر. حلو هذه الروح يوم يكون عندك جروب، حتى نحن بعد مستانسين عندنا جروب ما شاء الله في الجاليري روعه يعني يعني يخلونا تشي نضحك ونسولف ونتغشم نخف شويه. يعني البارحه كانت معنا ضيفه كانت تقول الجو ايجابي، جو ايجابي، حس الطاقه ايجابيه، تقول انتم كانكم عائله وحده. يعني هي كانت قاعده هني وكانت تلاحظ كيف يتعامل معنا المخرج والبروديوسر كلهم، يعني شافونا. لا لا، فهاي الروح الحلوه ما هو احلى شيء في ناس فاهمين معاهم، هاي اهم شيء في اي عمل، كان اي عمل، مش ما بقول تلفزيوني او برا، اذا ما كنت يعني مع موظفينك عدل اكيد ما بيكون معك عدل. أكيد. اكيد صحيح. استاذ اسامه، بما ان مهرجان الفجيرة الدولي للفنون كان يعني من فتره بسيطه كنا نشهد فعالياته على ارض اماره الفجيرة، ويعني هو من النوع من المهرجانات الدوليه وضم كثير من الفنون، وما شاء الله انت كنت مشارك في المهرجان في اعمالك اللي قدمتها، شو الشيء اللي حبيت تضيفه انت على ارض المهرجان بالنسبه للفنانين التشكيليين المشاركين، وشو اللي اضاف لك بعد المهرجان باجتماعك مع ثقافات مختلفه؟ هو الجميل في المهرجان ده ان هو زي ما قلتي كده ان هو بيدعو ناس، بيدعو فنانين من كل انحاء العالم. صحيح. فالواحد بيشوف ايه الجديد، بيفتح الفرصه لكثير. ايه الجديد عنده؟ يعني كل واحد منهم بيجي في مكان التاني بيشوف هو بيشتغل ازاي وممكن يتعلم منه حاجه، يستوي مزيج. بالظبط كده. وكنا بنتعامل كلنا كعيله. حلو. يعني مثلا معانا كانت هما فنانه من ايران بتشتغل في الخزف، هي بتشتغل باسلوب مختلف عن الشغل اللي انا بشتغله. انا اتعلمت منها وهي اتعلمت مني حاجات. في ناس ثانيه بيشتغلوا في فن الظل، حبيت الموضوع ودخلت عندهم حاجات جديده. هي شفتها. اتعلمت منهم حاجه وابتديت ان انا اعمل حاجات منها بس بخبرتي انا. بالحاجه اللي انا بحبها. مثلا كان في حاجات في الفنون في الرسم بالالوان الاكريليك والالوان الزيتيه برضه دخلنا عندهم وشفنا هم بيعملوا وهم جم عندنا. فالمزج ده بيخلي الواحد ياخد خبرات زياده. صح. بيتعلم حاجات جديده، بيضيف حاجه وبيتعلم حاجه. طبعاً. اللوحه او اللي سويتها في هالمهرجان مع هذا المزج كانت عباره عن شو؟ وشو اللي استخدمته؟ لا انا ما كنتش عامل لوحه، انا كنت عامل كلها حاجات كلها فنون نحت، حاجات تشكيليه. يعني مثلا حاجات بنشتغلها حاجات اسطوانيه وبعد كده بدخل فيها نحت في نفس الاشكال الاسطوانيه، وجوه النحت بدخل فيه اضاءه فبتبان، بتحط في اماكن معينه على في الغرفه على زاويه مثلا، فبتدي انعكاس الاضاءه على الحائط في الجهه المقابله. حلو. وليكن مثلا اشكال طيور، اشكال حيوانات، بتتحط في غرف النوم بتاعه الاطفال او في المجالس، لما بتيجي بتشغليها ما بتبقاش اضاءه مباشره، بتيجي تشوفي انعكاس الضوء اللي في قلب العمل الفني على الحائط المقابل او على السقف. يعني نقول اعطيتها جو رومانسي. بالظبط كده. بيخلي الواحد الحاله النفسيه بتختلف. صح. تماما. جو زي ما قلتي كده، جو ممكن فيه نوع من انواع الرومانسيه. نفس المطاعم معينه مثلا تشوف معاهم هالاضاءه هالاستوال يستهويك هذا المطعم بسبب الديكوره والاضاءات اللي مستخدمه فيها. تمام. بالظبط كده. استاذ فيصل، ما شاء الله عليك تنوعت في اخراجك الافلام المصري والسوري والسوري وعماني. والعماني. خبرنا عن هالتنوع، شو اللي اضاف لك؟ انا بعد ابغى انوع اكثر واكثر. نعم. مش اني بستابت على، لان اكثر الشباب اللي اشوفهم الحين في السوشيال ميديا او اللي بيسووا افلام قصيره وكذا بتشوفهم ماسكين على جنسيه معينه. إيه؟ وشغالين فيها. لا، انا ابغى ادخل. لا، الفيلم المصري انا سويت، الفيلم السوري انا سويت، السوري وصل 25 دقيقة، وسويت فيلم خليجي. زين، خبرنا عن سر كل يعني فيلم. ما ادري، انا ابغى اشوف جوي وين بيكون. او مثل ما تقولي اكسر روتين معين، ما اني خلاص فيصل لا شغال بس على الافلام الخليجية او شغال أو بالعمانية او شيء. لا خلاص، مثل يقول عندي فيلم عماني خلاص ابدا برمج نفسي على العماني وكيف، وخاصه تعرفي كل دوله لها شو يسمونه طابع خصوصي. ما اقدر بعد. ما اقدر اني اتعدى في خطوط حمراء. أكيد. انا ما اقدر اتعداها. فالحمد لله، يعني مثل ما تقولين شوي شوي بعد في تفكير اني اسوي، حتى سويت فيلم صامت.
رامي الصامت هذا صراحة أصعب يعني شيء لأنه خاصة اعتمد عليه. وعلى فكرة الممثلين، الممثلة عايشة في لندن زين، وإجت قعدت أسبوع، والأسبوع الثاني جت صورت وضربتهم في يوم واحد وروحوا. المونتاج خلصته بسرعة، طرشت لهم إياه قلت لهم أنتوا شوفوه، أي واحد عنده غلط يكلمني. اليوم كانت المشرفة هبة الحجار كانت معي، الكاتب كان معي أنس المذيب، كان معي بعد أكثر من مصور، بس أنا تعاملت قلت للمصورين اسمحوا لي هذا الفيلم صامت، يعني أي غلطة ما أنا صح. مش شايفينها بعيوني تخرب صح. يعني بعض المشاهد كانت صعبة مثل البنت تبكي خلاص لازم تهتم فوكس على وجه الولد فرضا الولد لازم اطلع وجه الخبث فيه كيف لاني اقلبه مثل يكون طيب مره خبيث، البنت تصيح حزينه مقهوره ما اعرف ايش يعني حلو. اكثر ومده الفيلم 7 دقائق حلو. زدت تنوع في الشخصيات هذا تقدر انت تنقلها في منحوتاتك؟ اكيد اكيد طبعا. في تنوع الخبرات الواحد بياخدها في المجالات المختلفة، مثلا في الميكانيكا، في الكهرباء، في الالكترونيات، في السباكة، في أي مجال الواحد بياخده ممكن بيعمل بيه شغل، بيعمل بيه تنوع في العمل الفني. بدل ما تعملي حاجة صمتة، حاجة كتلة كده بس الواحد بيشوفها، لا انت ممكن تعملي حاجة متحركة. على سبيل المثال بعمل مثلا تمساح، وليكن التمساح دون حجمه حوالي 6 متر زين. في مجال النحت باخدها من جوه الاول، يعني بعمل الهيكل العظمي بتاع التمساح الاول حتى تعطي اضاءه، لا مش عشان ادي اضاءه، اجمل حاجه توصل الجمال للشخص ان هي تبقى حاجه طبيعيه. حاجه طبيعيه بشوف الحركه الطبيعيه بتاعته شكلها ايه، فانا بعمل الهيكل العظمي الاول، يبقى دخلت كده في مجال النحت بتاعي. بعد الهيكل العظمي بدخل على شغل الميكانيكا، هشوف ازاي الحركه بتاعته هتتم، المواتير، البساتم، الدراعات، الفم وهو بيتحرك، الديل وهو بيتحرك، الحركه عموما بتاعته. يعني بتعملي حاجه لازم بيكون يدرسها صح صح يعني. بدخل بعد كده الميكانيزم دون هشغله ازاي، كنت هشغله بالكمبيوتر او هشغله بالريموت كنترول، بحيث بديكي حاجة في النهاية حاجة طبيعية. حلو. فبعمل تنوع بالخبرة اللي موجودة عندي، طلع لك عمل فني جميل في النهاية شخص يحس كأنه حاجة طبيعية. صح. شيء حلو. يعني بعد أن مثل هذه الأعمال تطلب وقت، جهد كبير، تطلب أيضا يعني أنك أنت تدعم هذه الموهبة، تراويها حق الناس أكثر، توصل أن أنت كفنان اليوم بتقدم شيء مختلف بحكم أنك أنت شامل، يعني ميكانيكا، كهرباء، كل شيء. فهذا الشيء كيف ساعدك اليوم على أنك أنت فعليا تحاول أنك تخلق فكرة جديدة أو تبتكر فكرة جديدة في مجال النحت تكون مختلف عن نظيرك من الفنانين؟ مش كل واحد بيبقى درس كل المجالات اللي احنا بنتكلم فيها، فانت البصمه بتاعتك وشخصيتك هتبان تبع خبرتك وتبع شغلك وتبع الحاجه اللي انت بتحبيها. في شخص تاني ما يعرفش اي حاجه الا ان هو ينحت، فهيطلع عمل انت شايفاه كده بس. واحد تاني يعمل عمل والعمل ده متحرك، فدايما الحركه بتجذب العين. فالواحد انت لما تشوفي حاجه بتمشي قدامك مش زي ما انت شايفاها ثابته، فانت بتخلي الشخص بتجبريه ان هو يحب حاجتك، ان هو يحب يسال ايه دي معموله ازاي. لانك تركت لهم بصمه حلوه كذي فشديت الانتباه. بالتاكيد اكيد. فيصل الساحه الخليجيه جذبت العديد من الفنانين العرب، نقول سواء من خلال الغناء او من خلال التمثيل، تتوقع شو سبب هذا الجذب؟ حب الناس لهالشيء، او حب الناس لما يوصلون، خاصه للسوشيال ميديا صار كبير مش صغير، مش نفس اول. يعني نقول زمان كان الواحد يتمنى يطلع في التلفزيون، الحين صار الياهل هو ماسك التليفون وصل. صح ولا لا؟ ممكن واحد 20 سنه شغال في الميديا ما يحصل اي شيء، يجي مثل ما بعد من نفس الشيء، يجي طفل
تشقلب ولا شيء وصل. بس الساحل الخليجي فعلا جذبت يعني وايد مغنيين غنوا باللهجه سواء الاماراتيه او الكويتيه او غيرها من فنانين العرب. اكيد في انا قلت لك يعني انا تعاملت مع ناس في بعض الافلام عندي اول مره يمثلوا كان في واحده مصريه ما شاء الله عليها من السيناريو والله العظيم انها مره واحده هذا اقول لك والله العظيم مره واحده قرته نزلت السيناريو اشتغل لا هو معسل اساسا لا ما شاء الله عليها السيناريو كامل جابته انا قلت لها مستعده قالت لي مستعده ما شاء الله عليها وكان اول تمثيل لها والحمد لله دخلت في عده مسلسلات من وراء ما شاء الله استاذ فيصل كل الشكر لك وجودك ويانا نورتنا وكل عام وانت بالف خير بعد استاذ اسامه نورتنا ومن تالق لتالق يا رب وانت ضيف على الفجيره انت من اهل الفجيره يعني هذا مكانك الثاني وكل الشكر لكم هذه اول مره وبس بعد انت ان شاء الله لا انا اقول لك ترى لازم يزور في الاجواء الجايه لا ان شاء الله بحاول ان شاء الله اجيها لها مره ثانيه ان شاء الله يعني ادري ان المسافه بعيده يمكن اربع ساعات لا 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 ساعه ونص انك انت جاي من درب بعيد سويحان لا جاي انا من العين على طول على شويب توصل لا مو بشيء ساعتين يلا درب السلامه والحمد لله على سلامتك نورتنا ان شاء الله ما تقصر شكرا مشاهدينا الكرام نحن مكملين وياكم لكن راح ننتقل الى هذا الفاصل تريونا حياكم الله مشاهدينا مكملين معاكم سهرتنا الجميلة مشاهدينا أحلى ما في العيد عند الأطفال لبس الملابس الجديدة وترقب تسلم العيدية من الأهل وقت المعايدة فالكبير يفهم العيد فرحة وتواصل وصلة رحم وبر للوالدين وابتسامة وضحكة للصغير طبعا الصغير يبغى العيدية عشان شو عشان يلعب فيها ويشتري فيها الهدايا أكيد صح. لكن المهم لكل عيد فرحته الخاصة واليوم معنا واحد من الذين يرسمون البهجة والسرور على وجوه الأطفال هو الممثل ومقدم البرامج والمخرج والمحاضر جاسم عبيد الزعابي خلونا نرحب فيه وضيفنا الثاني هو مطرب إماراتي لديه الكثير من الأغاني كتب له الكثير من الشعراء وكان من ضمنه والده الذي كتب له كلمات معظم الأغاني منها خلاص يا سيد والحمايم وغرنوقة وغيرها من الكثير من الأغاني أيضا خلونا نرحب بضيفنا الثاني عبيد بن سرحان العقيلي وعليكم السلام عليكم اهلا السلام السلام نورتونا يا مرحبا اهلا جاسم كل عام مرحبا كل عام وانتم بالف خير يا رب نقول وين العيديه ما قصدنا تقول العيديه لا موجوده العيديه انتم تعطونا ولا احنا نعطيكم نحن فوالة بس انتم فاهم فوالتنا طيب انتم عاد العيديه وصوتكم موجوده لان امي قالت لي انت ساير تلفزيون الفجيره في سهام وعد جاسم معك عيديه قلت لها حق منو قالت منو ما تشوف بس اكثر شيء ركز على المقدمين البرامج سهام وعد وهناء نعم ايه وبعدين المخرج والمصورين هي هي. والضيف اللي عدالك لا ضيفي انا خلصت وياه تو اعطيته حق طبعا العلوم كله الله يحفظك ان شاء الله الله يسلمك مثل ما قلنا العيد هي فرحه للاطفال نعم. فرحه الكبار كيف؟ فرحه الكبار طبعا يزورون اهاليهم ويباركونهم بالعيد وطبعا الله يتقبل صيامهم وكل يعني وكل سنه هم طيبين يزورون اهاليهم ويشوفون الناس تعرفين الناس عقب الصيام وجهد فخلاص يعني هاي فرحه الكبار وما يحصل العيدية؟ لا العيديه لا حق الكبار بس انا واحد من الناس حصلت العيديه اوكي بالنسبه للكبار ولا للاطفال؟ لا الكبار احنا الكبار الكبار مثل ما قال اللي حرام نحن السالف لا لا تستاهلون مثل ما قال اخوي عبيد الحقيقه الكبار يصيرون يعيدون وعيدون ويعيدون في نفس الوقت نعم يسلمون وفي نفس الوقت يتبادلون هذا يعتمد على السن يعني احنا مثلا الكبير اللي عمره ما شاء الله في الخمسينات هو اللي يعطي ولكن احنا نقول شوي في النصف الشباب اللي هم في الثلاثينات في الاربعينات ممكن يعطون عيدي وانتم تستاهلوا الله يسلمك وحن تريا ان شاء الله الله يسلمك ان شاء الله انزين دائما لكل شخص منا بدايات وهالبدايات هي اللي تخلينا نحن نستمر على طريقنا سواء هو هذا طريق حلمنا بالاول بالاخير صح. وانت طبعا عبيد بديت في مشوارك الفني وكان الوالد بالاول داعم لك فكيف كانت البدايه هل الوالد هو اللي دعمك تدش هالمجال يوم اكتشفك ام انت اللي
كنت دائما يعني تحاول انك تبغى تدخل هالمجال رغم كل الصعوبات؟ لا انا اللي كنت احاول. زين. وطبعا الوالد ما كانت عنده الفكره يعني انه عبيد بيغني او عبيد بيششلات، لا كانت بين الشباب بين ربعنا اللي كنا متواجدين وياهم. حصلنا تشجيع من الشباب. ايه. تعرفين نحضر الاعراس شلات يعدون الشباب القصيد، فكنت انا من بينهم. عرس عرسين ثلاثه استمرينا معاهم مع الشباب، حصلنا تشجيع. جو الشعرة، صوتك فنان لك مستقبل، خلنا ندعمك. يعني ندعمك نشتغل أغنية جرب. لين ما جتني الفكرة يعني إني أدخل في المجال هذا، والحمد لله متوفي. ومن بعدها يعني الوالد اقتنع. ايه اقتنع خصوصاً ودعمنا في شاف لك حضور، شاف لك قاعدة جماهيرية. ايه الله يعطيك العافية أستاذ جاسم. بين المسرح والتلفزيون عشت ما شاء الله رحلة إبداع طويلة، خبرنا عن هالرحلة. بداية المسرح في الأول بدينا من خلينا نقول من الستينات تقريبا. نعم. مسرح صغير، وعقب بدينا في مسرح اسمه مسرح الاتحاد. مسرح الاتحاد الحقيقة هذا لفضل من الله سبحانه وتعالى، ثم وزارة الداخلية كانت هي متبني هذا المسرح الاتحاد. وكنا نقدم من خلال المسرحيات حق الكبار حق الصغار حق يعني. جت فترة الجماعة في الداخلية جزاهم الله خير قالوا احنا مثل ما يقولون كان ربونا، قالوا احنا خلاص ربيناكم كبرناكم، خذوا المسرح وخذوا الامكانيات كلها الموجودة. وانطلقنا احنا بعد ما طلعنا عن الداخلية بدينا في المسرح وقدمنا مسرحيات لفينا فيها حتى على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة. وكانت تجربة الحقيقة وايد جيدة. ما كان التلفزيون موجود لكن المسرح عفوا كان له حضور وايد على الجمهورنا، جمهورنا الداخلي وحتى الخارجي، لكن كان له حضور في المسرح في ذاك الايام. نعم. اكيد يعني المسرح ابو الفنون بالاول وبالاخير. نعم. فدائما نعم. انطلاقه منه تكون هي اقوى شيء صراحه. التلفزيون طريقه التلفزيون شيء انت نعم. ولا هي. التلفزيون طبعا اخذ وقتي انا لما تركت المسرح، ولكن ما تركته تميت متعلق فيه. وانا مخرج في تلفزيون كنت اي مسرحيه موجوده على مستوى الدوله انا اروح انقلها لاني مربوط في المسرح، كنت وعندي فكره عن المسرح والاخراج المسرحي والاخراج التلفزيوني تقريبا قريب مني لاني انا عايش مسرح، كنت مخرج في المسرح فعارف شو. فكل ما يصير مسرحيه على مستوى الدوله قالوا لي جاسم اطلع انقل هذه المسرحيه ما شاء الله. حتى فالتلفزيون طبعا اشياء كثيره قدمت فيه الدراما، قدمت فيه الأطفال، قدمت. فالوقت صار أعطيت التلفزيون أكثر من المسرح. فالتلفزيون اللي له 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 شوي حضور وله يعني فضل بعد الله سبحانه وتعالى. الله يعطيك العافية والصحة دوم. بعد عبيد يعني كل فنان له فنان آخر يعني قبله في المجال سبقه في الخبرة يطرب له، يعني ممكن تسمع لبعض الفنانين القدامى تطرب له وتحب انك تكون مثلا في مقام الغنائي او تكون بأفضلية او بزيادة بتواكب يعني شيء من العصر الجديد، فشو من الفنانين اللي كنت تطرب لهم اكثر شيء وتسمع لهم وتدندن على اغانيهم؟ والله وايدين فنانين، انا اسمع حتى الجديد والقديم. وتحب تربط ما بين القديم والجديد ولا تحب تخلق لون خاص فيك يعني مختلف؟ اللون كل مطرب لازم يكون له اللون اللي هو، حتى اذا كان في مجال الاغاني الشعبيه. لا هالحين الاغنيه صارت نفس عمليات التجميل. نعم. كلها نفس الشيء استوى. لا لا بالعكس المطربين موجودين كل حد يشتغل لكل واحد له حضوره. والتجديد مش غلط يعني الناس كلها تجدد. هذيل اللي يشتغلون في السوق يعني سواء كان اغاني شعبيه او اغاني خليجيه هذه كل مساتر. وين تميل اكثر شيء شعبي ولا خليجي؟ والله انا عن نفسي اميل والايقاعات السريعه للشعبي، انا اميل للشعبي صراحه. صراحه بس مرات الجمهور يطلب عندك ان تكون عندك اغاني سريعه، يعني مثلا في اغاني مثلا خلينا نقول للحفلات الاعراس ما تنفع تكون
بطيئة أو تكون شعبية أو صح. لازم تكون فيها الأغاني الإيقاع السريع. شو حبك تسمعي؟ أي حسيتي نوع. والله أتريها بس يخلص عشان أقول لك أبغى أسمع شيء. أنا ما أتريته حتى أبغى أسمع شيء صراحة. أنا بجديم. يلا ما الجديم أحلى شيء صراحة الطرب. يعني جديم لي أنا؟ جديم لك أو أي حبيت غرنوقة أنا صراحة. الغرنوقة هي المرأة الجميلة. غرنوقة المرأة الفائقة الجمال. لا غرنوقة اسم من أسماء الغزال. غزلان. إيه نعم. مثل أي. الريم والدماني. إيه بس هو كاسم يعني لأن يروح جمال يروح جمال المرأة. إيه نعم لأن يعني يسمى. هي المرأة الجميلة. يعني ويسمون الجمال يعني غرنجي. غرنجي. الغرنوق هي من هذه يعني الأسماء. حاضرين. إيه. هنا. آه يا من بحب عوقة. واشتبك غزلي على المغزل شفت لي عبوب غرنوقة وانت حابي صوبها المزمل العسل يا ما حلا ذوقة عادتي في الزينة نتغزل لو طلعت البدر بتفوقة والبدر ما شوفها يا خجل من هواه الكبد محروقة ومن العنا والشوق متحمل حتى جسمي نشفت عروقة تنني طبعان في محمل لو تشوف حلو منطوقة المرض في يوفه مقيل وين يصحى يوم معلوقة ناهب ذاك لغزيل سلام عليكم. الله عليك احساس رائع صدق شيء حلو حبيت يعني اختيار صعب سهام ولا لا؟ لا بالعكس حلو اكيد بعد بنكمل لان في وايد اغاني مكتوبه هنا. اوكي استاذ جاسم خلينا نتكلم عن انتقالك وزاره الداخليه وما شاء الله انتقلت معاهم كذا اماره او الامارات السبع تقريبا خلينا خبرنا عن هالمشاركه الحلوه لاني انا شفتك صراحه فكنت بكل اماره لما سوينا القرية هذه نعم كان لك دور وايد واضح جزاك الله خير كانت القرية قرية وزارة الداخلية كانت فكرة وايد يعني وايد حلوة وايد هي كانت على مستوى أبو ظبي نعم لما حصلت فيها الإعجاب ونجحت انتقلت نعم انتقلوا المسؤولين جزاهم الله خير أمروا أن تغطي دولة الإمارات العربية المتحدة ككل الفكرة أن أنا مثلا وهذه الحلو اللي حصلناها فعلا الفكرة هي شو كانت مثلا أنا ما أقدر أروح الجوازات أخذ معلومة عن شيء معين صح. فهذه الداخلية كانت الأقسام كلها موجودة نعم جابت لك عفوا الجوازات أنا ما أقدر أسير المرور صح. هذه المرور جابت لك إياهم هي كانت تعليم بطريقة مباشرة وتوصيل معلومة عن صح. أقسام وزارة الداخلية عن طريق هذه القرية صح. وكانت وايد حلوة طبعا أنا كنت مذيع فيه أقدم إيه؟ نعم كنت أقدم ومرات مر شخصية الدبدوب ولكن أكثر كنت مقدم في, في, في الحفل ومقابلات فكانت وايد 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 حلوة أنت يمكن ما تتذكر أنا كنت معك أصلا متطوعة كنت ماسكة فريق متطوعين هناك كم سنة قبل أربع سنوات خمسة أكثر ما شاء الله عليك ما شاء الله ما شاء الله فهذه معناته أنا سعيد إن أو وزارة الداخلية جزاها الله خير جمعت أو ولفت هذه الناس وهذه واحدة أنت منهم يعني فشيء جيد بالعكس أنا فكانت وايد وايد أنا وصلنا أرقام حتى عالية ما صح. يحضرني الأرقام ولكن ما شاء الله الزوار وكان بعد يعني كانت أحيانا ممكن ثلاثة أيام أربعة أيام بس كان أحيانا الجمهور يطالب أنه يمددون أعتقد في إمارة رأس الخيمة الأكثر كانت آخر محطة نعم مددوا وكان ما شاء الله الجمهور استفاد يعني كلهم اللي زاروا استفادوا وفي موجود البيانات موجودة في وزارة الداخلية عن إحصائيات عن زيارة طلبة المدارس نعم فالحمد لله رب العالمين كانت قرية وايد حلوة ونتمنى
ان شاء الله يعيدونها يعني. ان شاء الله يعطيك الصحه دوم يا رب. عبيد يعني كثير نحن ما نشوف اليوم ان تغيرت ملامح الاغنيه العربيه بشكل عام مع تطور التكنولوجيا، دخول السوشيال ميديا، المقاطع الغنائيه، تركيبات، كل هذا كل ياثر من حيث التوزيع ايضا والايقاعات الموسيقيه والكلمه ايضا، صارت الكلمه بس شيء فقاعه وتروح حسب الايقاع. بس انت ما شاء الله يعني اليوم انت مرتبط ارتباط كامل بالاغنيه الشعبيه، وهي الاغنيه الشعبيه معروف عنها كلماتها رزينه وواضحه وشعريه وتوصل رساله. فهل بتشوف ان اليوم هذا التطور على اثر انها تغيرت ملامح الاغنيه الشعبيه، ولا هي باقيه كما هي بس التعديلات الجديده بالعكس اضافت لها؟ التعديلات مثل الاغاني الشعبيه، انت تتكلمين عن الاغاني الشعبيه او اللون اللي اشتغلوا فيه الاغنيه الشعبيه هنا والتطور التكنولوجي عندنا هني موجودين الشعارة مثلا، اذا عرض عليه قصيده باللي هو يبغى زين، المطربين اذا مثلا اخذوا قصيده خلاص انا بغني للشعر الفلاني والشعر الفلاني او بنوع او كان عنده البوم، اشتغل المطرب بما هو يبغي، يعني هو اللي يبغي انه يشتغل هذا اليوم نوع جديد وهي اغنيه قديمه. لكن اذا احنا اذا انا باخذ قصيده مثلا شعبيه بحته او نبطيه، انا ما اقدر اغير فيها على اللحن الجديد، ما تقدر لان جوها ما يساعدك انك تغير. الاغاني اللي تقولين مثلا لها مثلا احنا نسميها فلاش، اغنيه فلاش بس عشان المستمع يسمعها ويعلق على كلمه فيها، هذه الاغنيه تنجح لكنها ما تعيش. صح، مثل الاغاني القديمه ما تعيش سواء كان مطرب كبير او مطرب. شو السبب؟ الكلام النبطي او الكلام اللي تكون مثلا القصيده النبطيه تكون مثلا قويه اللي ما بيغير ما يقدر المطرب انه يغير بيئتها. هذه تكون كان شعر عايشينها والمستمع حتى يعيشها من يسمعها. فلازم يكون لها اللحن التسجيل الصح، اللحن اللي يكون يعطيها حقها. في قصيده انظلم، يعني مثلا كانت نبطيه انا بغنيها بالشكل السريع او غيره، انظلمت هاي القصيده او المستمع ما يتقبلها حتى. صح، كل شيء له حلو. اكيد ابغى اسمع شيء. لا تقولي والله خاطر تسمع شيء على ذوقه. يلا شو بتسمعني؟ انا سمعت اول اغنيه غنيتها. هذه دائما تترك اثر في الفنان، اول اغنيه. اول اغنيه طبعا الخطوه الاولى هاي. في بعد يعني قبل اللي ما سجلن في وايد، لكن مثلا انت أغنية ضربت معاك الاغنيه الاولى بس؟ هي ضربت معي. ضربت بس ما كان في لها تصوير وما كان لها فيها، بس ضرب كاسم يعني. الاغنيه هذه طال عمرك اظن في واحد من اللي يشيلون شيلات السعوديه جددها الفتره هذه. فالناس كانت قبل سنه كم سنه؟ الأغنية كانت في سنة 2004. زمان. إيه لكن في واحد جددها من سنة تقريباً. الشيلات السعودية. رضاك؟ والله أنا سمعت وعيبتني صراحة. أنا سمعت حتى الصغارية حفظوها. هي لأن من 2004. جتهم سهلة. إيه والصغارية في الوقت هذا حفظوها والله حفظ. فيستغربون إذا غنيها مثلاً الصغارية. يلا نسمع. يقولون هاي الأغنية لك هاي. يا ربي اللي تكون في بالي بس. يقول. اجبره ومحبوبي بقوه وفرقوا ما بيني وبينه بيننا حب النشاط دوم عيني تبكي الزينه وجبره ومحبوبي بقوه وفرقوا ما بيني وبينه بيننا حب النشاط ودمع عيني تبكي الزينه فرقوا ما بين المخوه الحسود انفسهم شينا ضاع قلبي في هوانا ويوم قفوا طالع بعينه نار قلبي تشتعل ضوا من عقبهم نفسي رهينة بطلب الله يعطي النقوة وفي الحياة اتمتع بزينة وجبره محبوبي بقوة وفرقوا ما بيني وبينه. ما شاء الله احسنت. صوت جميل وفعلا احساس رائع. استاذ جاسم ما شاء الله عليك، قبل ما تكون ممثل كنت غواص او ما زلت يمكن بعد؟ أنا غواص؟ إيه؟ وين؟
مهنة الغوص ما رحت مهنة الغوص. أنا اسمي جاسم ما أدري. الله يسلمك. تفضلي. خلينا نتكلم عن مهنة الغوص. شو اللي أضافت لك؟ شو الأشياء اللي علمتك فيها؟ هاك الأيام دائما الأب حتى الجد يحب يعلم أولاده على العادات والتقاليد والشغلات اللي السنع. فالوالد الله يرحمه قال لي شو رايك اوديك الغوص وانت في المكان بعد جزيره الحمل. ايه جزيره نعم الحمل نعم بالبحر. نعم كنا. فكنت صغير فكان عندي نقطه، كل واحد عنده نقطه الضعف الرهبه في الانسان. فنقطه الضعف اللي عندي كان دراجه الهوائيه او السيكل خلينا نسميه. قال لي ابوي انت تبغى سيكل؟ قلت له هي ابغى سيكل. قال عقوم وديك الغوص. كم من شهر كذي، كم من يوم، ما قال لي كم من شهر. هي اربع شهور طبعا مده القوس. فكم من يوم كذي وبتي واشتري لك سيكل وزين اسير. فصرت القوس اربع شهور، تعلمت اشياء. اول شيء الصبر، تعلمت كيف الجماعه اللي في البحر كيف يكون عنده اللي هو القواص او القيص، وكيف يتحمل السيب. السيب القيص مربوط يعني حياته مع السيب. تخيل لو السيب عمل حركه كذا ولا تلفت ولا سولف راح هذا، لان في حركه هز الحبل. احسنتي تنبيه. هذا يقول لي يا فلان ما معناه ان انا خلاص طلعني، فاذا قفلت عنه راح هذا. فدائما يكون السيب منتبه يشوف او يسمع، عفوا احساس عندي منتبه. نعم. المهم حين انا قاعد ادور، ابوي علمني كيف اسبح، علمني يعني هي نوع من اللي هو الصبر، انك بتصبر انت اربع شهور في البحر اكل معين تاكله. بعدين قال لي روح اعمل دور، بعد ما يفلقون القواصة يتم قماش صغير. فيقول لي شل هذا وحطه في مكان من يود لك اياه، لما ننزل نروح نبيع على الطواش او نبيع على التجار ونشتري لك السيكل. قلت له بس انا كله هذا مصر كله عشان السيكل. وبعد بعدين تعلمت اشياء، مسميات الاشياء اللي في البحر تعلمت. المهم ان خلصنا الاربع شهور والحمد لله رجعنا نزلنا في دبي. يا خوفي ما شيء زين. نزلنا في دبي في، اتذكر ان كانوا في منطقه في دبي في شندقه. نعم. وركبنا، المهم خلصنا ركبنا السياره ورجعنا. ابوي وين السيكل؟ لا خلاص ان شاء الله ان شاء الله وان شاء الله وراحت. لكن انا ما زعلت. تعلمت. إذا هاي هالأمور اللي تعلمتها كلها كيف عكست على حياتك سواء في التمثيل أو حياتك اليومية؟ لا هي يعني نفعتني في الحياة. هو الصبر. علمني الصبر، علمني كيف أتعامل مع الناس. التأني. لا أحسنتي، تأخذ أي قرار ما قد تأخذ بسرعة لازم تأني فيه، لازم تفكر فيه، لازم توصل المعلومة، لأن كذا كانوا هم. صحيح. كانوا يتعاملون، لما يجي واحد يعطيك معلومة مش على طول تاخذ مثل ما يقولون أكشن أو تاخذ فيها بسرعة الكلمة، لا تصبر شوية. كل هذه الأشياء دائما الإنسان لما يجالس الكبار الأكبر منه، احنا نتمنى نقول حق آبانا وأجدادنا أن نعلم أولادنا، خليهم عندنا دائما في الميالس، خليهم معانا وين ما نسير، خليهم معانا في المسجد، خليهم معانا. ليش؟ عشان يتعلم هذا الطفل. صح. العادات والتقاليد. والحمد لله والله انا في خاطري عرب شي اوديهم الغوص هناك عشان يتعلموا هالمواد كلها. الناس مو بكل واحد. يعني الغوص الاولي كان اي ما شيء هو الحين سندرات طرشين عند جاسم. اي ما شيء طرشيهم عندي واوديهم. فسندرات كانت في الاول حول عفوا الحين حاليا ينزلون فيها. كان في تخيلي قبل وين ما اعرف ما يحضرني، لكن امتار بعيده الغير يعتمد بس هذه على نعم على النفس حقه على طول ينزل ب سن او شيء ثقيل يحطه في عفوا في طرف رجله ينزل البحر الحين كيف عشان يطلع ماياك. نعم وكل هذا والسكل ماياك
ما فهمت. اقول السيكل كل هذا كل هذا والسيكل ماي كل هذا والسيكل ماي لكن قلت لك حياه الله يرحم الوالد الله تعلمت الله اشياء الله. ثانيه ومثل ما قالت لي اختي استفدت معنى فعلا في حياتي وما زال اتذكر واطبق الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الله يسلمك. زين عبيد الوالد والد جاسم انه علمه كثير اشياء يمكن ظاهر ان هذا الشيء ظاهر على شخصيته للحين بانه من عادات وتقاليد. انت ما شاء الله اليوم ابوك مو بس المربي ولا انه اللي يخليك تصير وياه المجالس ولا هذا لين كبرت واليوم صرت في هالمكان الله يحفظك الا انه هو شاعر لك ولاغانيك هالشيء التوليفه هذه ما بينك وبينه كيف استوت وين بديتوا باول قصيده واول اغنيه؟ ابوي الله يسلمك شاعر كان على القنوات الشماليه الامارات الشماليه وكانوا لهم برنامج شعر غنوا له مطربين قدام. انا لما بديت باغنيه اجبروا محبوبي بقوه سمعها ابوي وقال لي حلوه الاغنيه اوه حلو اللحن بس مش بالطريقه اللي مقتنع فيها. ليش؟ لانه هو شاعر فانت ما بديت بقصيدتي انا بديت بقصيده غيري. اكيد بيقول لك الكلام. قال حلوه هني شجعت شويه انا زياده قلت له ابوي انت شو رايك تتنقى لي قصيدة وانا اغنيها ايه قال انت بتغنيها بس انت ما بتجيب اللحن اللي انا ابغاه. زين ترى ما في مشكله انت شاعر ويجيب اللحن اللي انت تبغاه وانا بجيب تقريبا مثل ما تقول. فقال لي شوف من القصيده اللي تبغاه وقول لي شو اللي مثلا عجبك وفالك طيب بنشوف شنو اللي نقدر نوصل عليه. الله يذكره الملحن دايم بالشوق هذا ملحن انا نجحت فيها نجاح قوي هو طبعا ملحن اغنيه اسمح لي اشوفك ملحن اغنيه غرنوقه ملحن اغنيه حمايم اغنيه فيينا ما شاء الله يعني اكثر اغاني اللي نجحت معاه. بدال انا ما صير اتنقل قصيده شليت الدفتر وصلت الاستديو وتنقالي ملحن دايم الشوق وكانت اختياراته يعني لها نجاح يعني نسمعها مثل قصيده حمايم اللي يعني اخذت فتره زمنيه قويه يعني هاي من كلمات الوالد يقول فيها يا حمايم لجل جدايم باللحن يلي تغنينا وبردي في ظلك الدايم مع حبيبك لي تودينا لأن صوتك وقض نايم وانتي العاشق تسلينا والسبايب ان نهايم مثل لي يتبع لها ضعينا بحبيبان وصفها عدايم يا حمايم لو تشوفينا معتل يردفه عن القايم وانخطر بالدوس يالينا له يدي لن طايح ردايم منتثر من فوق ردفينا لو بغيت أسلاه مبرايم من جبر قلبي أنا بعينه سلامتك. الله الله وين ودتك هالأغاني؟ وين ودتك هالقصيدة؟ شحنة هذه القصيدة يسجمون فيها لا لا ما شاء الله لأن القصيدة هذه مكتوبة في سنة 86 ما شاء الله يعني عند الوالد قصيدة موجود غرنوقة مكتوبة 78 قبل ما تستوني جديد ما شاء الله عليك ما شاء الله الله يعطيك العافيه. خلينا نتكلم عن دورك في شحفان وشو اضاف لك هالمسلسل وعن طاقم العمل اللي شوفي شحفان لين الحين
الناس تتكلم عنه ولين الحين نعم تحضره. شكرا للقنوات اللي في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي بعض الدول مجلس التعاون الخليجي قاعد يذيعون المسلسل لأنه يتكلم عن الحاضر والماضي وما تشبع منه. تشوف اللي تشوفه الحين اليوم اللي شفته مثلا عفوا في السبعينات خلينا نقول او في الثمانينات او في الالفين تشوف طريقة جديدة وتبغى تشوفه وتبغى تحضره وناس عندها يكلمون عندهم اشرطه في البيوت يشوفونه كذا مره حتى اذاعي يسمعونه. احسنتي. فهذا اول شيء الترابط الاسري كان فيه صدق المسلسل العائله الخليجيه. نعم. غير كذا كان الاشراف الحقيقه الله يرحمه صقر الشوت من دولة الكويت الشقيقة كان هو يشرف عليه وإخراجه كان أحمد منقوش. كان في سلطان الشاعر طبعا هو الكاتب وفي يرحمه وسعيد النعيمي الله يرحمه يعني أقلبهم الممثلين اللي فيه توفوا الله يرحمه لكن العمل فيه تعاون. أحسنتي. أول شيء الأشياء اللي فيه كانت حلوة إنه فيه تعاون فيه ترابط فيه تحس إنه أسرة واحدة ما في إنه والله أنا وأنت وأنتي لا كل واحد بيطيح مثلاً بيشلونه خلينا نقول نينا من ناحية التمثيل ممكن يشلونه هاي كلمة بيطيح إن كان البساطة مثلاً بعد. نعم البساطة اللي كانت والبساطة وما في تكليف التكليف ما في مثل الحين اليوم ما شاء الله عليهم الله يهديهم المهم اليوم تكون في المستشفى وحاطة رموش أو بكياج أنا حضرت أعمال في رمضان يعني في وايد ريكورات صراحة لا لأن ما أعرف أنت فعلا مثل ما تفضلتي أنت مريضة لازم أعطي أوكي مكياج ما عندي مشكلة بس أعطي كمكياج مريضة يبين علي هذا يقول لا والله بتخربون لا أنت لما رايح البيت رايح السوق رايح مكان اوكي تعدلي ما عندي مشكله لكن في المستشفى او لو وايد لكن هذا يعتمد على المنتج يعتمد على المخرج يعتمد على الكاتب يعتمد على المشرف يعني خاصه اذا اشياء محليه المفروض يكون يعطيه الطابع المحلي صحيح مو خلاص حرمت الحريم الاولانيات كيف كانوا مثلا لو كان في البيت كيف كانت وقايتها ويا سعاد والمكياج يعني هي مكياج. عندنا هو احنا تعودهم خلاص نتعود انه حتى لو يكون برع مكياج لا لان التلفزيون مسلسل غير اي احسن ببساطه يعني يتكلم فعلا التلفزيون التلفزيون يعني انا واحد من المخرجين الدراما يعني ما بواحد بعيد عن هذا انت لما تسوي مكياج تسويه فوندي خفيف بس أيه. عشان لمع الاضاءه بس عشان لمع لان الاضاءه القويه تعطيك لمعه فهم يحطوا لك اياها عشان بس انت يخوز تطلع الصوره طيبه لكن بناتنا ما شاء الله عليهم الله يحفظهم ان شاء الله طبعا احنا الحين مكياجنا بس عشان اضاءه لا ما شاء الله عليك لا بس ميك اب يعني اذا تبغوني تبغوني انا كمخرج كمخرج اقول رايي فيكم ما شاء الله عليكم لا حياتي اليوميه عادي بدون مكياج ما عندكم مكياج ولا عندكم المكياج الاوفر يعني كله نظره حلوه اي والله ما بذاك المكياج ما شاء الله عليك شوفي نظره مخرج نظره مطرب ما شاء الله صراحة غرنوقة ما شاء الله نعم الله يسلمك نبغى نسمع شيء صراحة نستغل وجودك يا عبيد العيد لا يمل صراحة يعني استغلالك مو بأسئلة أنا بسمعكم بسمح لي أشوف هذه بعد من الحان دايم شوق اللي حصلت نجاح كبير هذه الأغنية اسمح لي يا شوفك قبل ما اروح اسمح لي يا دايا والقلب وارتاح تدري بعدايك يقتل الروح حكم الخريف الخريف والورق طاح هاك عمري ياخذ منه وتوح عذف وادي كانت ارتاح هاك عمري ياخذ منه وتوح عذف وادي كانت ارتاح مال الغلا فايق ومربوح غير الألم الألم آهات ونواح رسمتك غلايا يا فرح
الفرح وصروع أسمى من الجوايا هر طير وجنا مال الغلافة يا يضو مربوح غير الألم الألم آهات ونوا سلامتك الله طبعا ما تحضرني القصيدة عدل ما شاء الله ما شاء الله عليك وصلنا رجعت ما نشوفك بالأعمال التلفزيونية وايد يمكن آخر عمل وديمة وديمة قبل سنتين وانت صادقة قبل 5 سنوات والله ما شاء الله عمر يمشي بسرعة أجزاء سوري لا لا هو أجزاء لا لا هو جزئين الجزء الأول والجزء الثاني والثاني قبل سنتين يمكن أنت الثاني لكن إذا بتكلم تكلم علي كان تقريبا 5 سنوات إذا هناك في عتب أو في أسئلة خلينا نقول ما بعتب بنوجه هذا السؤال للمنتجين المحليين اللي قاعد ينتجون ما شاء الله عليهم الله يوفقهم وين أعمال السنة أول واحدة ثاني شيء وين الجماعة الممثلين مفروض المنتج يبحث عن الممثلين القدامى يذكر بالناس فيهم إنه والله هذيل هم إذا كان عندك أدوار مثلا شبابية لا خلاص ابحث عن شباب لكن إذا عندك كبار في السن مثلا أب دور جد دور وهذا اللي زعل بعض الممثلات والممثلين أحسنت ففي بعضهم المنتجين أنا هذا السؤال ما أقدر أجاوب عليه أكثر ما أن أقول مفروض مسؤولية المنتج هذه جاوب عليه نعم جاوب عليه المنتجين هم المفروض يتابعون هالموضوع بعدنا عن الشاشة هو مسؤولية المنتجين احنا نزعل يعني انا بقول حتى الصراحة. في الاغنية صح حتى في الاغنية صح. مثلا صار عندك مهرجان مثلا في ابو ظبي عيد الاتحاد صح اخواننا الشعراء عندهم استديوهات المنتجين عندهم استديوهات الملحنين الكبار عندهم استديوهات ما يقدر يطلع رقمية رقم فلان صح. رقم فلان يقول له فلان عندنا مشاركة تفضلوا ما حد ولا مطرب العمل الوطني ياخذ مبلغ وقدره يسجل ويقول انا اديت وطلع من صحيح يحب انه اسمه يكون في الاعمال الوطنيه اكيد اكيد الممثلين نفس الشيء يقول المنتج او المخرج يقول انا بخلق شخص شباب ثاني ممثل ثاني ما حد يخلق احد ولا حد يصنع نجوم مثلا هذه انا مثلا تماما كل انسان يصنع نفسه يخطف الوقت عنهم ليش هاي الناس اساتذه كبار المفروض انهم اللي يكونون متواجدين حتى لو ما كانوا متواجدين في التمثيل يكونوا في الاشراف أكيد سنة. في الآراء وحجتهم أختي اسمحي لي حجتهم أخوي عبيد البعد أنه يوم تقول قال لك أوه أنت بعيد إحنا مو بعيد إحنا قلب واحد إحنا في دولة الإمارات في دولة الإمارات يعني من أبو ظبي لين الفجيرة كلها ساعة وساعة ونص هذه حجتهم أكيد نحن مكملين وياكم لكن ما بصير بنصير فاصل ونرجع لكم مشاهدينا تريونا بعد هذا الفاصل ويكمل معكم سهرتنا حياكم مشاهدينا من جديد ولازلنا مكملين وياكم حلقتنا لليوم من فوالة بس انا جتني عيدية انا وسهام صراحة بس مني انا ولا من هنا؟ 5 دراهم بس وايد عودة من هنا؟ وايد عودة 5 دراهم عم تقاسمها وياكم صراحة اشي انا في قلبنا ولا كم فيها داخل؟ ما ادري تعال نشوف يلا نشوف شو داخل ما شيء في ورقة اقري يمكن في الورقة في شيك يمكن انا مكتوب عندي ليست المحبة بالفلوس بل تقاس بالنفوس لا والله الحين الفلوس صراحة الفلوس تقاس بالمحبة شوفي أنا عبارة ثانية يكفي أني افتقدتكم هنا شو السالفة صدق هو أنت افتقدتينا يعني ما تفقدي غالي عسى ما شر استأنسنا على العيدية والله يعطيك ألف مشكورة عافية مشكورة بس نترية بعد الحلقة طبعا أكيد يعني في عزيمة بتكون حلوة كذي بس وايد عودها يعني بحطيها في البنك المركزي طبعا التنوع بالعيديات هذا الحين قاموا يعني الاهالي وكل شخص يتنوع نعم. بالوطايف لا حلو فكره يحببون حتى حق الاطفال ربما يكون بعض الاطفال يقول لك والله شو عاطينا 5 دراهم اي كذي يوم تخش افتح انت داخل افتح بس انت فاحسن من الصور والله احنا فتحنا داخل ماشي احنا صورنا اوراق الاوراق حلوه انتم على فكره في عيديه وتنتظر تترياكم هناك عند هنا يعني ان شاء الله خلاص ما ناسيتنكم يعني هم بيعطونا ولا نحن نعطيهم هي هنا كان بتعطينا احنا هني وهنا بتعطيك هناك
نعطيكم انتم هنا. الله يسلمكم. جزاكم الله خير. الله يسلمك يا رب. استاذ جاسم. نعم. واستاذ عبيد طبعا نورتونا، نحن استانسنا ما ودنا نخلص. اي بس بنسمع اغنيه قبل، بس نبغى نسمع من صوتك العذب اغنيه، وبعد عقب راح نصير لركن التراث ان شاء الله. ان شاء الله. سمعت اغنيه اول قصيده لابوي هذه. وما يعني غناها مطرب احمد الحرفي. وان شاء الله اني انا بسجلها يعني بجدد فيها ان شاء الله. ان شاء الله. نقول انا حبيت والبلوى بليت بها، ومن ذاق الهوى تكثر تصاويبه، سباني حب وميدول ينشلها علامتنا، وخد برقف مغيبة تنادمني وعلى زندي أسامرها وتشرح لي عن الحب وتراتيبة، تظن أني أمور الحب أنا أجهلها ولا تدري بأني دايمة ذيبة، خليفها تلي الرنج بنوصلها ولو درب الهوى مرقاتها صعيبة، عسى ان يخف عوقي يوم اقابلها وانت صاحب المعروف تزهيبة. انا حبيت والبلوى بليت بها، ومن ذاق الهوى تكثر تصاويبه، سباني حب وميدول ينشلها علامتنا، وخد برقف مغيبه. سلامتك. الله يستاهل وايد صراحه، قصيده روعه. الله يسلمك. الله يسعدك. سعدك انه وياكم ما شاء الله. الوقت مضى فعلا، لان عيد، وهذه شهاده انا لا اريد جاي اني امدح، ولكن ما شاء الله على القناه على الجروب حسيت في التعاون، المذيعات حسيت فيكم فعلا الترابط، خلينا نقول الترابط الاسري. وفي عفوا في الاستوديو كله، من المخرج المعدين للمشرفين كلهم حسيت في التعاون، وهذا هو المطلوب في الحياه، ان احنا كنا ترابط واسره واحده. الله يوفقكم ان شاء الله. الله يسلمكم. الله يسلمك. انزين الحين راح ننتقل وياكم لركن التراث. وشخصيه حلوه راح تكون معانا ان شاء الله، وفي الشخصيه اللي تعودت الناس تشوفك فيها استاذ جاسم، وعبيد اغانيك عاد وطربنا ركن التراث. تميتنا هنا اترياك هناك. تفضلوا تفضلوا. حياكم. وين عبيد؟ ها لا تنساني بس حاسب شويه. لا تطيح لا تطيح. اهلا وسهلا فيكم. ما شاء الله شرفتوني ونورتوني. ما شاء الله. السلام عليكم. يا هلا ومرحبا ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. ما شاء الله عليك. تفضل. ما شاء الله. تفضل تفضل. سريع سريع سريع. يعطيكم الف عافيه. الله يعافيك. ما شاء الله بدعتوا اليوم عند صيام وعد. بتبدعون عندي طبعا في التراث، المعلومات التراثيه. وان شاء الله. طبعا بدايه انا بعطيكم عيديتكم اني انا. هذا لا وهذا لا. هذا لي عشان عشان ما تقول اني ما عيدتك. ما شاء الله. عيديه. حصلتوا عيديه مني. تفتحونها؟ ها؟ تفتحونها؟ نفتح العيديه ونشوف العيديه شو فيها. لين الحين ما وصلت فلوس. لازم اذا شوف اذا تقول شو مكتوب فيها. مو مفهوم الخط. الخط شويه لكن الفلوس تقمي. والفلوس تعمل. هنا هنا كل عام وانت بخير، والفلوس تقمر النفوس. تعمي النفوس. تعمي. نعم والفلوس تعمي النفوس. صحيح الكلام. ها شو رايك انت؟ ليش قالوا ان اوكي بس ليش قالوا العباره هاي ان الفلوس تعمي النفوس؟ ليش قالوها؟ لأن في بعض الناس لما تاخذ تحصل عندها فلوس تنسى الاهل وتنسى اهلها وتنسى ربحها وتنسى تعاونها حتى، وتصيح دائما انه ما عندي، وهي عندها وتقول ما عندي، فهذا تقريبا يمكن المعنى ان شاء الله يكون وصلنا.
صح. هل كان هذا في الماضي ان التغيرات حتى اللي صارت في الحاضر ان الناس يعني تطورت وصار عندها فلوس وصار عندها مثلا ما شاء الله الفلل اللي تشوفونها والحياه والرفاهيه غير الناس على بعضها من صله الرحم وغيره؟ نعم نعم اي معناته حتى الجمله هاي ممكن ان تمشي على مو على الفلوس حتى على الجماع. نعم في ناس تحصلين يارك ما تعرف منو هو عندالك فتي ايام الواحد تقول منو ساكن هنا واحد يسالك عفوا يقول لك والله محمد وين والله ما اعرفه قال عندك يا ريال قريب منك اي ما صار يعرفون بعضهم البعض معقول محمد ساكن عندي يطلعون محمد ولا محمد يطلع فعلا ياره وهو ما عنده خبر عنه يعني على الموضوع أوكي. فهذه بعد هذه مشكله ثانيه يعني او المثل ينطبق عليه يعني ينطبق نعم. عليه نعم. هاي هديتي نعم. انا قدمناها لمشاهدينا طبعا بارك. هي معلومه نبذه صغيره ان أحسنتي. الفلوس تعمي النفوس ان ممكن التطورات الحضاريه اللي صارت بالحين بالجيل الجديد هذا صار في قله من صله الرحم بينهم بين بعضهم خلى انه ما حد يعرف مثلا من العم ما يتزاور ولا أحسنتي. الاخ يعادي اخوه عشان فلوس أحسنتي. فالله لا يغير حالنا امين امين ونكون دائما بصحه وسلامه يا رب آمين. نشوف الرساله الثانيه. الرساله الثانيه تقول ممكن نسمع اغنيه كل عام وانت بخير والعيدية إن شاء الله بتحصلها وانت طالع من الاستديو. هو مصر على عيدية بتحصلها. الله يطول عمرك. انزين، شو بتسمعنا في ركن التراث؟ سمعت شلة. يلا تفضل. ما بسمعت أغنية. وشلة بسيطة. تقول شرت الصباح ونهبذ النان يذكر قلبي محبوبة يذكر قلبي محبوبا شروان السايم يبلبنان يلي هلا الدنيا هذوبا يلي هلا الدنيا هذوبا بو مبسم اللولو ومرجان والعسل من ريجا يذوبه والعسل من ريجا يذوبه سالوا عن احوالي وش فلان كنهم غتا راما دروبا كنهم غتا راما دروبا يدرون والله مو بسيان لكنها ذا الحب دوبا لكنها ذا الحب دوبا وشرت الصبا ونهب ذنان يذكرا قلبي محبوبا يذكرا قلبي محبوبا سلام سلمت صح لسانك ان شاء الله ان شاء الله عليك يعطيك الف عافيه. انزين بسالكم بما انكم اكيد يعني اماراتيين تخبرونا شيء عن التراث الاماراتي من ناحيه اكلات شعبيه حرف تراثيه شو الاكله الاماراتيه اللي تحبونها؟ كل الاكلات الموجوده في الامارات او في دوله الامارات كلها اكله حلوه وكلها شيء لكن اعتادت الناس على ان الهريس القيمات اذا اول يوم العيد شو تسوون في العيد؟ طبعا الهريس في بعضهم اكثر يسوون الهريس بلاليط خبيص محلى هذه الاكلات اللي هي الثابته او المعروفه وبعدين اذا بيلحق يسوون دنجو او باجيلا او شغلات هذه ولكن هاي الاكلات اللي هي ثابته في بعض المناطق يسوون عيش لكن مو على ايه يسوون يذبحون وعادي يقدمون حتى على الـ على الـ على الـ عفوا الغداء ايه لا مو على الغداء لما الناس يسلمون الصبح يحطون في بعض المناطق لكن في بعض المناطق لا هذه اشياء اخف شيء طبعا التمر اذا كان موسم الرطب يحطون رطب لكن اذا وقت هذا والقهوه نعم يحطون الرطب نعم يحطون نعم اذا في اهم شيء بعد الرطب والقهوه والشاي نعم نعم هذا ضروري الصبح اي نعم يسوون قهوه فريد ويسوون الفواله يسوون العصيده خبيصه البلاليط
واللي يتبعها يعني من هذه حلو السوق. يعني مو مش نفس الاكل الهندي اللي اكلون يا سيام وعد امس وين هذا اكلته بعد اكل هندي حد ياكل عيد اكل هندي هم عازميننا يعني ودوني مطعم هندي يعني شوفي ما احلى الاكلات التراثيه بال طبعا انا دائما فعلا الانسان لما يعزم على اكلات الشعبية الأكلات لها أفضل من أنا أطلب عزم منه فعل مثل ما تفضلتي عزم منه ويجيب له أكل من الخارج معناته إني أنا ما كني ما عزمته ما عزمته نعم إذا الأكلة الإماراتية المفضلة عندك وأنت بعد شو أنا اللي عندي تمي تفكر وين وايد ما شاء الله أكلات خليجية عفوا إماراتية وأكثرها الفريد الجيمات المحله هذا اكثر شيء انا عني انا افضل شيء. هل الهريسه ياكل اماراتي هي اصلها اتوقع عماني اصلها افريقيه يقولون اظن صوره افريقيه عن الهريسه ما عندي صراحه انا خلفيه عنها ولكن شفناها ابانا وابانا واجدادنا وامهاتنا وجداتنا الله يحفظهم يسوونها يقدمونها فاصبحت عاده يعني حتى لين الان يتناولونها هذه اصلا نعم. من القدم يعني يسوونها هم فاقيت حتى لو كانت اكلها يعني خارجيه بكون عليها يعني اضافات اللي موجوده هنا تختلف تماما عن اضافاتهم نعم. ممكن المسمى انزين شو اخباركم في العيد طيبين شو أجواء العيد معاكم؟ الحمد لله. الحمد لله. أول شيء طبعاً بعد واحد ما طلع من المصلى العيد هذا اللي تعودناه واللي علمونا أهلنا فيه وإن نروح سيد أول شيء نسلم على الأب والأم والجدة ونفطر عندهم ونتقهوي أو نتفاول وبعدين ننتشر للأهل الأقارب. الخاله والعمه والخال يعني اللي بعيد عنك طبعا بالتليفون اذا قريب منك تروح تواصل وياه عشان تكون في تراحم اسري موجود بين الاهل وبعدين اذا عنده واحد مشوار برا يسير يقضي يسير ما عنده اولاد مثلا ممكن ياخذهم هذه الزيارات الاهليه لازم يكون معاك اولادك الاولاد ليش ناخذهم عشان يكون في عندنا ترابط اسري ثاني شيء نعلمهم نجمع العادات ها نجمع عيديه اهم شيء العيديه يعني العيديه هي ضروريه تتجمع لكن انا يهمني قبل العيديه اعلم اولادي على السنع اعلمهم على عاداتهم اعلمهم على تواصل الارحام وبعدين العيديه انا ما اوديه تعالوا ابوي بسير وياي عشان يعطونك عيديه ما اربط العيديه بزياره الارحام في العيد تعالوا نروح نسلم على دوتك على خالتك على 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 وهناك يمكن يعطوك ابوي يمكن يسال الولد ابوي بيعطوني عيديه اي نعم بيعطونك عيديه بس نروح نسلم عليهم اول شيء نبوس على راسهم نبوس على يديهم انزين كنت بخبرك بخصوص الاخ اللي قاعد هني جنبنا ايه. طبعا صار لي ساعه طالعه وطالعني اشكيله ولا يعبرني تخبرنا عن شو موضوعه هذا الشخصيه شخصيه الدبدوب اللي لازمتني تقريبا 43 سنه ما شاء الله من خلال التلفزيون أبو ظبي هذه الشخصية انحبت من خلال الأطفال طبعا قبل هذا كانت الحقيقة لا لهضم حق الناس يعني لأن الإنسان لازم يذكر فكان علي التميمي الشاعر بس ما بهذا اللون كان لون واحد لون كان لون بني الشخصية كانت لون بني علي صار عنده ظروف سافر قال لي شو رأيك جاسم تأخذ هذه الشخصية قلت له ما عندي مشكلة خذت الشخصية خذتها كتجربة لكن الحمد لله نجحت حسيت الأطفال شوية يخافون من اللون البني قمت غيرت الألوان اللون الأصفر مع الأزرق فتماشى مع الأطفال بدأت يحبون الأطفال الدبدوب يدخل في جميع المدارس فعاليات في طبعا اول شيء بدايه الدبدوب يتكلم وياهم يركز على العادات والتقاليد على السنع على الوطنيه يركز على حب الوالدين التراث دائما الشخصيه لما يروح وبعدين من هم الفئه اللي بيزورها الدبدوب يعني حده لين الخامس السادس الخامس الرابع وتحت
ما يطلع مثل الثانوية ما تقدر تودي لهم شخصية الدبدوب. أنا كمحاضر أروح مرات بروحي كجاسم عبيد حق الكبار الثانوية والإعدادية وما فوق كجاسم عبيد، لكن لما يقولوا لي روضة مو معقول أودي لهم جاسم عبيد مثلا. الدبدوب، الدبدوب له لهجة معينة يوصل معلومة للطفل من خلال هذه التجربة. عندك أنت شخصية تلبس الكاركتر نعم. هذا وتوصل المعلومة للسن اللي أنت تبيه إذا في حال صغار ولا كبار. أحسنتي أحسنتي، لأن حتى مرات في موقف من المواقف كنت أتكلم مع أطفال وطافت وراي مدرسة سكت أنا، فتقول وحليلة سكت وحليلة نسى. طبعا عقب ما خلصت قلت لها انا ما نسيت، انا ادور الجمل اللي يستفيد منها الطفل، اودي اجيب ابغي معلومه حق الاطفال يستفيدون منها. انا دائما الكلام مش على طول، لان الولد هذا مثل عينه، مثل ما كنت عجينه، لو قلت كلمه لا سمح الله الدبدوب قالها ربما توصل في ذهنه ويتمسك فيها ويروح حق امه وحق ابوه يقول والله الدبدوب، او يتصرف مع اخوانه في البيت قال والله الدبدوب علمني كذا كذا. لا، انا ابغى اعلمه الافضل والاحسن والاشياء اللي يستفيد منها في حياته. صح نعم، يعني فكره وايد حلوه ما شاء الله انك انت برزت هالشخصيه هاي بس عشان يوصلون معلومات. وحلو ما فكرت تسوي مثلا برنامج معين لهم او مثلا مسرحيه تخص شخصيه الدبدوب هذا؟ الحين بارك الله فيك راح نشتغل عليها، على الشخصيه نسوي اسره معينه وندخل الشخصيه، نشتغل على الشخصيه ان نسوي عائله، نفكر نسوي دوما ان شاء الله. عندي فكره مسلسل دراما اطفال، ممكن ندخل شخصيه الدبدوب جزئية لتوصيل المعلومة، فإن شاء الله. يعطيك العافية. شو سميت انزين عشان مسي؟ أنا مسمينا الدبدوب، بس الظاهر مستعجل لبس ثيابه ونسى كلمة مكتوب عليها دبدوب بالإنجليزي على صدره هنا. يعني ما له اسم؟ دبدوب. بس شي دبدوب؟ بس اسمه دبدوب. خلاص يوم بتسوي عياله لا تنساني، سمي واحدة من البنات هنا. خلاص إن شاء الله. الله يحفظك إن شاء الله. شوفك ساكت بما أن اختصاصك في الفن، طبعا في فنون قديمة إذا عندك خلفية فيها، فن الدان، الشلات، العيالة، الرزيف، اليولة، هي نعم عندك خبرة فيهم؟ والله أني نوع من أنواع الفنون عندك شيء فيه تقدم لنا إياه؟ أنا أقدم الشلات أو أن الرزيف، وهذا ما شاركت فيه يعني الفرقات الحربية، وهذا أني ما شاركت فيه، لكن يقدم الشلات. وبعد مبتدين احنا كنا فيها شلات يعني، وبعد الشلات اتجهنا للغناء وتبنينا على مجال الغناء يعني. حلو. اذا ايام الاعياد طبعا ما عندك فكره، ايام قبل شو كانوا بالعراسي يبون؟ اي نوع من الاهازيج هاي في الاعياد؟ في الاعياد، في الاعياد او في الافراح؟ في الافراح. في الافراح كل بيئه لحد يعني، كل بيئه لحد، حد لحربيه، حد يجيب العيالة، حد عندهم يعني. أنت أبو يعني لحقت عليهم زي نعم نعم. العيالة هي أكثر شيء كانت العيالة، العيالة هاي في أبو ظبي، هي في أبو ظبي كان قبل بعد موجود نعم. الهبان الهبان هذا جديد يعني، دخل علينا دخيل يعني مش نعم إيه؟ مب من تراثنا، ولكن يستعملونه في الليوة بعد دخيله نعم. علينا هذه الأشياء، ولكن يستعملونها بس بضوابط معينة. كان في الأول لها مواضيع ثانية أو لها قصي شلات ثانية، ولكن حاولوا وزارة الثقافة وتنمية المعرفة لأن تخصهم هاي الأشياء تراث، فضبطوها لشيء معين يعني، قصدي كلمات معينه، ناس معينين يتحركون فيها، فاصبحت اعتبروها ان شيء من التراث. حلو نعم. يعني نعم. انا اهم شيء شخصيه الدبدوب ان اهم شيء تنقل صوره من النوع التراثي الاماراتي للجيل الجديد. يعطيكم الف عافيه ان شاء الله. ان شاء الله بارك الله فيك. يعطيكم الف عافيه ما قصرتوا، واشكرك واشكر الشخصيه واشكرك على الجمل الجميله اللي قدمتوا لنا اياها، ولا المعلومات اللي يستفيدوا منها مشاهدينا. اهلا وسهلا فيكم بركن التراث. احنا نقول شكرا لك انت على
احياء يروح احياء هذه الشغلات التراثيه وتذكرين نعم الماضي ويعطيك الصحه والعافيه. الله يعافيك يا رب. اكيد مشاهدينا راجعين بس من بعد ما ناخذ هذا الفاصل خلكم معانا. يسعد مساكم مشاهدينا، رجعنا لكم من جديد بركن التراث بالاجواء الحلوه الجميله. ايش اخباركم؟ بخير. بخير؟ انزين، اليوم عندنا مدرسه مريشيد وروضه الغرفه مجهزين لنا اناشيد حلوه صح؟ يلا شو بتقولون؟ شو اسمك انت اول؟ مهره. مهره وانت؟ جنان. جنان، يا هلا مهره وجنان، يلا تكلموا قولوا لنا النشيده. نشيد النور في شفتي، تعيش مدرستي، احب معلم الغالي، احبك يا معلمتي، ارى عالمي ارى وطن. يا عيني عليكم شطورات، انتوا اي صف؟ انا ثالث سنين. يا سلام يا عيني عليكم. واحد. ثاني واحد حبيباتي. انزين بنشوف الحلوين اللي هني، شو بتسمعينا قلتي؟ منو عواشة؟ بنتي بتسمعينا؟ شو بتسمعينا؟ عيال زايد. ها؟ عيال زايد. عيال زايد؟ زين اوكي، أنا شايفة بس هني متطوع، شو تتطوعين؟ أنا بتطوع وعلى فريق سواعد زايد التطوعي. امسكي المايك، يلا قولي لنا عن فريق زايد التطوعي. أنا من فريق سواعد زايد التطوعي، قمت خلال رمضان بتوزيع وجبة إفطار صائم، وشاركت في عدة مسابقات وفعاليات وفزت بالمركز الأول. يا عيني عليك، لا تعليق، مبدعة شطورة. يلا بتقولي لي نشيد زايد؟ يلا قولي هات. يا عيالي تعالي تعالي عندي هنا، تعالي يلا لفي شي عشان هي بتقول وياك. يلا قول. عيالي زايد هالاسود، ما دولة لها الحق سود، يا ربي هذا الحر شهيد، افتح لها ابواب الخلود، افتح لها ابواب الخلود، احنا من اولاد وبنات والدار فينا ما يبى، امدح عليهم يا من احنا في وجهك صمود، اللي احنا في وجهك صمود. يا عيني من معلق منكم هاي؟ المدرسة. شطورين طبعا، دايما احنا عيال زايد واكيد بنظل عيال زايد، الله يرحمه يا رب ويغمد روحه الجنة. وانا اشكر، شو اسمك انتي؟ وريفة. ولا تزعلين، يعني جميل جدا ان الام تعلم ابنها على التطوع وكل ما يخص يعني في خدمة بلدنا، من تطوع من أمور ثانية مشاركات، يعني ما شاء الله عليها في السن الصغير. أنتوا بعد بتتعلمون بعد التطوع صح؟ بتروحون وبتشاركون بتقدمون وجبات صح؟ مثل وريفة وجبة صح؟ يعني إفطار صائم. وجبة إفطار صائم شطورة. إذا بخبركم، شفتوا هالدبدوب هذا الحلو؟ هي. شو رأيكم فيه؟ حلوة. هذا بعد يقدم مساعدات. حلو. حلو؟ يشبهني؟ نعم. ما يشبهني؟ إذا هذا بعد يروح بعد عند أطفال ويروح ويكلمهم مواضيع، يعطون الناس دروس، يثقفونهم، يعلمونهم مساعدات، بعد يساعدونهم. نفسك أنت يا وريفة. وريفة صح؟ هي وريفة. كل شيء تقولي لا تنسين وريفة، يا عيني عليكم. جيل جميل. حلو أنا؟ حبيباتي يعطيكم ألف عافية، ونشكر مدرسة مريشيد وروضة الغرفة على تربية الجيل جميل هذا والمعلومات الحلوه اللي قاعدين يقدمونها لتلفزيون الجيره. والحين عند سهام ووعد. الله يعطيك العافيه هنا، وشكرا لعيالنا لطلبه مدرسه روضه الغرفه ومدرسه مريشيد. يعطيهم العافيه. هل اجواء الاطفال، وطبعا انت عشت باجواء الاطفال. هي وايد احبها. اي اكيد. كيف تاثر شخصيه الاطفال في شخصيه الكبار؟ ليش ما نقول ما ادري نقلبها احسن شيء له الاثنين صح. سؤالك انت صح، الاطفال كيف ياثرون على الكبار. اول شيء تاثير الاطفال على الكبار يعتمد من التربيه. نعم. انا كيف ربيت اولادي يردونها لي.
من خلال المدارس أو من خلال الجلسات أو من خلال التربية أو من خلال الصلاة أو من خلال العبادة يردونها. يعني كيف يردونها؟ مثل ما أنا علمتهم هم يسوونها. يخلوني أنا كأب أكون مبسوط منهم أن فعلا تربيتي ما صارت بعيد. أمهم وأبوهم يدهم رباهم فعلا نشوفها. لأن في بعض الأطفال إذا ما تربوا مثلا خطأ في التربية ما الولد ما يرد عليه، تحصل يعاند أبوه مثلا، يعاند أمه، ما يسمع الكلام. كل هذا الأمور تعتمد على الأساسيات من خلال تعليم السنع. أحسنتي، السنع، تعليم العادات والتقاليد اللي علمناها بابا زايد الله يرحمه وشيوخنا الله يحفظهم، محافظين على العادات والعادات والتراث والأشياء القديمة. كل هاي الأشياء احنا المفروض نعلم أولادنا، لما نعلمهم بنشوفهم لما يكبرون بنشوف نفس الشيء ردوه لنا. نعم. ان هذا تعليمنا اللي احنا علمناه. نعم. نعم. هذا تاثير الصغار على الكبار. احسنت. نعم. بلا شك. انزين عبد، كنا نتكلم قبل عن المشاركه في المهرجانات وكيف ممكن انها ايضا المهرجانات تاثر بالفنان اليوم من حيث ظهوره، من حيث المشاركات هذه كيف ممكن تثري له بكثير من الاشياء. فانت شاركت في مهرجان زايد اللي هو مهرجان عفوا السلطان بن زايد في سويحان كضيف شرف. انزين حدثنا اكثر عن هذه المشاركه وخصوصا نوع هذه المهرجانات اللي كل سنه يقام بطريقه مميزه مختلفه. مهرجان الشيخ سلطان بن زايد، مهرجان سويحان، مهرجان تراثي. طبعا انا كان لي الشرف ان يكون فيه يعني كضيف. مهرجان جميل. المهرجانات هذه تعطي حتى حضور للمطربين، ممثلين، شعراء، تعطيهم حضور وتعطيهم دافع. كل ما تشارك انت سواء في مهرجان مهرجانين اثنين ثلاثة أربعة، انت يعني تحس انه خلاص تبغي بعد وين يكون في مهرجان جديد تكون فيه ضيف. شيء حلو يعني، شيء جميل يعني. مهرجان صراحة، شو المهرجانات اللي حاب انك تشارك فيها صراحة او انك انت ما يعني حصلت الفرصة انك تشارك فيها؟ يعني انا احب يعني كل مطرب او كل فنان يحب انه يشارك في المهرجانات التراثية، واللي تحبه انت اكثر انك يعني تكون في الصف الاول من الاغاني العيد الوطني. اغاني يعني اللي تكون هويتك الوطنيه يعني. الوطنيه يعني. انا واحد من الناس احب اكون في الصف الاول بعد من الصف الثاني، الصف الاول اكيد. اي نعم. دوم يا اكيد. استاذ جاسم ما شاء الله عليك، رشحوك محاضر في مدارس ابو ظبي، خبرنا عن هاي يعني انت محاضر في مدارس ابو ظبي، المحاضرات اللي قدمتها نوعها. اول شيء اقول شكرا لكل من أعطاني فرصة في تقديم هذه المحاضرات، إن كانت في عن طريق شرطة أبو ظبي، القيادة العامة في أبو ظبي، أو عن طريق الهلال الأحمر. أنا عضو في الهلال الأحمر. نعم، فدائماً نروح المدارس نعطي محاضرات مثل ما قلت لك، نعطيهم أول شيء عن المحاضرات، أكثر شيء نركز على الوطنية، حب الوطن، حب شيوخنا، حب علمنا، حب أرضنا. بعدين في بعض السلوكيات، يعني مثلا من بعض اللي اعطيهم انا سلوكي هو عنواني حق الطفل. شوف تخيل الاسم هذا وايد حلو. الطموح، العادات والتقاليد، اشياء دينيه مثلا ممكن تناول. انا اكثر شيء لما يعد محاضره حق الطفل اخذ عنوان المحاضره هذه. شو اول شيء انت مثل مدرسه اتصلت فيه على سبيل المثال، شو تبون؟ قال والله احنا ما نتكلم عن شيء معين. ابتدي اشتغل عليها في الاعداد وابرزها، طبعا قبل ما اطلع اراويها الجهه اللي كلفتني فيها، لاني انا طالع رسمي امثل جهه معينه، ان كانت في الشرطه، نعم، في القياده، او ان كان في الهلال الاحمر، لاني باسمهم. حتى وصلت سفير في الصحة العامة حق هيئة الصحة أو دائرة الصحة حين سموها. هاي نفس الشيء يعطوني مواضيع حاضر فيها مثلا عن محاربة التدخين وهذا. فبعد المادة هاي لازم أخذها عن طريقهم هم، يكون أقدر أوصل. فالأطفال أكثر شيء أنا أركز على
الترابط الأسري من ناحية الشغلات الدينية التراثية والوطنية. يعني تزرع القيم. أحسنت. تبرز الهوية الوطنية. نعم من خلال هذه البرامج أو هذه المحاضرات اللي أعطيها في المدارس. نعم أكيد بلا شك. يعني وشيء ثاني إن هذا الانتشار المحلي يضاف له الانتشار السوشيالي الحين على مواقع التواصل الاجتماعي. فعبيد شو وضعك مع مواقع التواصل الاجتماعي؟ والله مقصر؟ أنا من المتابعين. والله متابع. مش ناشر لا. ولا نشط. من المتابعين. حبيت أن أكون يعني من المتابعين في السوشيال ميديا. بس لو تلاحظ يعني الحين استوى وايد ساعدت. يعني مثلا أنت كمطرب وشاعر وكذي يعني يبون يسلطون يبون يعرفون يومياتك يبون يعرفون شو جديدك. أوكي حق الجديد مثلا يعني إذا كان عندك عمل جديد حلو أنك تسوي فيه دعاية تسوق العمل كنت بنفسك يعني. لكن يومياتك شوي صعبة. إنزين أوكي أنا وياك أتفق وياك يمكن لأن عندي يعني مؤخرا هذه النقطة صارت كريد لاين بحياتي إن كيوميات مو ضروري كل شيء نعرض. لكن كفنان أنت بحاجة إنك اليوم تستعرض أعمالك رسالتك نشاطاتك هاي الأشياء حتى لو أنت تكون كناشط يعني تسلم هالشيء حق الشركة وهالشيء كله يتولى فيه شركة خاصة فأنت شو لأن أنا اللي بتوصل له إنه كم برأيك إن المواقع التواصل الاجتماعي اليوم ساهمت في نشر الأغنية والفنان بحد ذاته وإشهاره أيضا السوشيال ميديا؟ السوشيال ميديا مش معها؟ مش معها أنا أبدا صدق؟ أبدا ماش النقاش؟ لا مش معها لأن إحنا كنا في القنوات يعني كل القنوات اللي كانت تعرض لنا الفيديو كليبات اللي إحنا نشتغل عليها ونشتغل يعني ككليب أغنية أسس فريق عمل كامل نعرض نقدم هذا العمل للقناة تخدمه ايه؟ مش السوشيال ميديا الحين مش كل حساب انه يخدم اغنيتك في الانتشار انزين اوكي نحن طبعا استنسنا بوجودكم ويانا وصلنا للختام بس الختام لازم يكون مسك يعني اكيد اكيد الاستاذ جاسم عبيد الزعابي والفنان عبيد بن سرحان العقيلي نحن مستانسين بتواجدكم معانا ونقول ختام همسك ما شاء الله مشاهدينا وصلنا للختام لكن بنختمها مع الطرب اكيد تريونا باكر بعد ولا تنسون فوالتنا من اخر ايام عيد الفطر السعيد الى اللقاء مع السلامه سمعنا خلاص يا سيد انا من حبكم بطل ومن السهر وال انا مستحمل زياده من كذبكم وتمادي وايد تعلم حبيتكم لين جفني حارة برقادة زاهت لي لين أنا في حبك تمشكل حطت لي وسط يوفي نار وقادة أنت تنام الليالي ولا نامان أرعى خيالك وحطيتك لي عباد يوم انظرك كان نني حجيت وتمينا وافرح بشوفك شرات الطفل بعياد ما اريد اخليك لكنك لي تنكر غزلي بليا مصر وتقول لي سادة الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا